مساء الخير. النهارده المفروض هنتكلم عن الكونتنت ماركتنج. اوكي، الكونتنت ماركتنج مفيش توبيك معين متحدد، لكن في موضوع مهم، موضوع مهم جدا 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 جدا، و بصراحه هو جالي النهارده او جه في بالي النهارده نشتغله. طبعا بعد ما حصل كام سؤال وحصل كام موقف وضح لي إن مش كل الناس عندها الفكرة بتاعة الكونتنت، الفكرة الكاملة. يعني إيه الفكرة الكاملة؟ يعني في ناس كتير شغالة في مجال الكونتنت لكن ما عندهمش الفكرة الكاملة عن المجال، وما عندهمش الوعي الكافي عن المجال، مش عندهم الفكرة بشكل كامل، اللي هو احنا ممكن نكون شغالين في المجال. طيب محتاجين نفهم حاجة معينة، محتاجين نذاكر كام حاجة، محتاجين نعرف كام بوينت، محتاجين نكون بنعرف بنعمل ايه وايه وايه وايه، محتاجين نكون فاهمين حاجات أساسية، او في حاجات ما نبقاش فاهمينها. طب احنا اصلا المجال بتاعنا اصلا متعلق بايه؟ هل في حاجات ريليتد بيه ولا لا؟ طب انا لو عايز اسيب مجال الكونتنت واروح في حتة تانية، هل ده بالنسبة لي تمام ولا لا؟ طب انا لو عايز اكون ماركتنج مانجر ومش عارف، هل هبتدي من حتة الكونتنت ولا هبتدي من حتة تانية؟ طب ايه الفرق ما بين مجال الكونتنت وغير مجال الكونتنت؟ وقصص كده كتير، أسئلة كده كتير كده جت ورا بعضها من كام حد، ففهمنا على طول إن إحنا ده حاجة مهمة لازم نتكلم فيها، يعني حاجة ما ينفعش تعدي بقى كده، تمام؟ ما ينفعش تعدي، ومحتاجين إن إحنا نتكلم فيها علشان علشان نكسب نكسب وقت، وكمان علشان نلحق الناس اللي عندها مشكلة في الحتة دي تبتدي إيه تظبطها. طيب خلينا كده نقول إن مجال الكونتنت، مش هنقعد بقى نقول الكلام اللي كل الناس بتردده، الفرق ما بينه وما بين الكوبي والقصص دي كلها، لا. الفكرة كلها إن أنا لازم أكون في مجال الكونتنت أنا فاهم إن أنا المفروض بكتب، المفروض بكتب أي حاجة، المفروض أكتبها أيا كانت إيه هي، أي حاجة المفروض إن أنا بشتغلها. يعني لما نيجي نتكلم على إن أنا بكتب، فانا ايه الفرق ما بين هل الترديشنال والديجيتال، ولا انا محتاج اتخصص في حتة الترديشنال؟ طب اوكي، اتخصص ترديشنال او في الاوفلاين يعني ماركتنج، عادي اشتغل في الاوفلاين ماركتنج، لكن هل ده ليه علاقة بان انا كونتنت او غير كونتنت؟ طيب لو انا محتاج اشتغل ديجيتال، مش عايز ادخل حتة الاوفلاين ماركتنج وتفاصيل والديتيلز بتاعت الماركتنج والقصص دي كلها، برضو ما فيهاش مشكلة اشتغل دي. طيب ايه علاقة بقى ده بده، او ايه علاقة الجزء ده بالجزء بتاع الكونتنت؟ مبدئيا كده خلينا نفرق بشكل كبير بين التخصص، تمام، وكمان الجزء اللي ليه علاقة بالادوات او بالقنوات التسويقيه، تمام. يعني ايه القنوات التسويقيه؟ يعني انا في فرق دايما دايما في فرق ما بين التخصص وما بين القنوات التسويقيه. وانا بشتغل انا متخصص ايه؟ هسال نفسي كده سؤال، ولو انت متابع معايا دلوقتي وبتسمع، حاول كده في ورقه وقلم كده او على اللابتوب اللي قدامك او على الموبايل حتى، اكتب كده ايه الفرق ما بين التخصص وما بين القنوات التسويقية. انا ممكن اكون متخصص في الكونتنت لكن بشتغل كونتنت على بيل بورد، على بروشورز، بكتب كتاب، بكتب جورنون، بكتب على لوح، بكتب يافط، بكتب بنرات اعلانية، بكتب على بروشور، بكتب على كل الكلام ده كله. فدي قنوات تسويقية ليها علاقة بالاوفلاين ماركتنج، وكمان بكتب بوستس از سوشيال ميديا، وبكتب ارتكلز على الويب سايتس، وبكتب بكتب محتوى اعلاني او كوبي رايتنج، بكتب كمان في البرودكت ديسكريبشن. يعني لما احنا كده بنروح نجيب منتج،
من اي حته، اي منتج بروح اشتري، اي منتج ايا كان ايه هو، بلاقي مكتوب عليه وصف المنتج، بلاقي عليه الحاجات المحظوره، بلاقي عليه التفاصيل بتاعت المكونات وهكذا. مين اللي كاتب ده؟ ما هو واحد بتاع كونتنت، تمام؟ فدي حاجات انا ممكن اكون بكتبها. ففي فرق ما بين ان انا متخصص بتاع كونتنت، وما بين فرق ما بين القنوات التسويقيه اللي انا بكتب فيها، او الحاجات اللي انا المفروض اكتب فيها. تعال ناخد مثال كده بره الكونتنت ونرجع تاني. مثال بره الكونتنت زي الميديا باينج. الميديا باينج ده الشخص، او هنقول الشخص اللي بيعمل اعلانات. طيب الشخص اللي بيعمل اعلانات ده التفاصيل بتاعته ممكن تكون ازاي؟ هو خلاص قلنا الميديا باينج ده تخصص، تمام؟ هنقول هنا ميديا، اوكي، ميديا باينج مثلا، وهنقول تحتها قلنا كونتنت، تمام. طيب ميديا باينج ممكن يكون بيكتب ايه؟ ممكن يكون سوري بيشتغل على ايه؟ ممكن يكون بيشتغل على اعلانات في الشارع، بيل بورد برضو، يختار الاماكن المفروض يبان فيها الاعلانات، يختار الاماكن اللي يقدر يبيع فيها المنتج بشكل اكبر، ممكن يعمل بلان لايفنت عشان يبيع فيه، ممكن يكون بيعمل فكرة جديدة تسويقية ليها علاقة بالسكان كود. عادي جدا انا ممكن اروح اعمل بانر او يافطة او برشور او ستاند صغير وهحط عليه السكان كود، فالناس تكونفرجن على الايه، على الويب سايت. فده شغل ميديا باينج من وجهة نظري. اه ليه بقى؟ لان انت هنا بتلعب على ايه؟ بتلعب على الشغلانة بتاعتك اللي هي بتاعت الميديا باينج، او بتلعب في شغلانة الكونتنت على الحتة اللي انت بتشتغل عليها، على الجزء اللي انت بتلعب فيه. والله انا المفروض بشتغل على الجزء اللي ليه علاقة بالميديا باينج، فانا مش المفروض ان انا اكون قاعد قدام اللابتوب وقاعد فاتح الداشبورد بتاعة الفيسبوك، وبناء على شغلي في الفيسبوك ده او شغلي على جوجل اد او القناة اللي انا شغال عليها، بس خلاص انا كده شغال وده كده شغلي وانا كده بتاع ميديا باينج. لا خالص، انت لازم تلاقي حلول مختلفة. طيب نرجع تاني نخش اللي احنا بنتكلم فيه، وبنتكلم عن الكونتنت، تمام؟ طيب لو بنتكلم عن جزء الكونتنت، فانا اوريدي المفروض بكتب على اي جزء. فدي اول معلومه محتاج اوضحها لك، اول حاجه انا محتاج ابينها لك واعرفها لك، ان انت لما بتيجي تشتغل في مجال الكونتنت، فانت بس مش بتكتب سوشيال ميديا كونتنت، لا، انت كده بتكتب سوشيال ميديا كونتنت. فلما تيجي تتكلم وتقول انا بتاع كونتنت او كونتنت، فليها درجات. ليها درجات ازاي؟ انا ممكن اكون كونتنت ماركتنج، تمام؟ كونتنت ماركتنج، ممكن اكون كونتنت ديجيتال، تمام؟ او ممكن اكون كوبي، فانا كده بكتب ادز بس. ممكن اكون ايه بقى؟ سوشيال ميديا كونتنت، تمام؟ فهنا انت هنا مختلف. فلما تيجي تقول لي يا والله انا بشت... انت بتشتغل، لما اجي اقول لك انت بتشتغل ايه، تقول لي والله انا بشتغل سوشيال ميديا كونتنت، فخلاص انا عارف ان انت لو جيت قلت لك خد الكتاب ده اكتبه، مش هتعرف تكتبه، تمام؟ ليه؟ لان انت اصلا مش بتاع انت سوشيال ميديا كونتنت، تمام؟ يعني انت بتاع سوشيال ميديا، تمام؟ فانت مش هتكتب حاجه، مش هتكتب كتاب، مش هتكتب، مش هاجي اقول لك خد المنتج ده اكتب لي الديسكريبشن بتاعه، او اكتب لي الوصف بتاع المنتج، انت مش هتعرف تعمل كده. طب لما اجي اقول لك والله اكتب لي الديجيتال كونتنت او الكونتنت ديجيتال، خلاص انا اعرف ان انت هتكتب حاجات، هتكتب سكريبت فيديو ينزل على يوتيوب، هتكتب وهكذا، هتكتب حاجه، هتكتب كلام سكريبت لفويس اوفر، الكلام ده كله، فانت اوريدي ممكن تعمل ده حاجات ديجيتال، تمام؟ طيب لو احنا قلنا والله انت كونتنت ماركتنج، انت بتكتب اي حاجه ليها علاقه بالماركتنج از كونتنت، تمام؟ تقدر تكتب اي حاجه، تكتب الاسك الاف اي كيو، تمام؟ الكويشنز اللي هي بنقول عليها الفريكوينتلي اسكد كويشنز، الاسئله اللي ممكن تكون موجوده ومقترحه وعليها اجابتها، تمام؟ ممكن تكون بتكتب سيناريو بيرسونال براندنج وهكذا. فانت ممكن تكتب اي حاجه ليها علاقه بالماركتنج، تكتب اي حاجه ليها علاقه بالماركتنج. لذلك لما نيجي نقول مثلا حد ايه،
احنا بندي مثلا في ماركتنج منتور، احنا عندنا 66 توبيك ليه علاقه بالكونت ماركتنج، فهو بيندهش ايه اللي في ال 66 توبيك، ايه ليه 66 توبيك، ليه كل ده؟ ليه؟ لان انت بتطلع كونتنت ماركتنج، فهي دي نفس الفكره، مش بتاخد بقى سوشيال ميديا كونتنت وبتعرف البوست والقصص دي كلها، ولذلك هي المفهوم عند الناس ده المفهوم عند الناس والقصص دي كلها. فانت لازم تكون عارف التايبس اوف كونتنت نفسه، الكونتنت رايتنج ايه التايبس بتاعته، او ايه الحاجات اللي انت المفروض ممكن ايه تاخد بالك منها، والحاجات اللي انت المفروض تشتغل عليها عشان تكون عارفها. تمام، طيب ايه الحاجات التانية اللي ممكن اكتبها؟ تعالوا كده نتابع مع بعض، واللي عنده اللي عنده فكرة عن عن ال 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 عن ال ال ايه اللي ممكن يكون بيكتبه بتاع الكونتنت، ممكن ايه يكتبه هنا ويبعته لي. فتعالى كده نشوف ممكن يكون بيكتب ايه. اول حاجة لازم يكون ممكن يكون بيكتب بلوج وارتكلز، تمام؟ فانت ممكن تكون بتكتب بلوج وارتكلز. تاني حاجة ممكن يكون بيكتب الحاجات السيمبل تيرمز، او يكون بيكتب البرايفسي والبيوليسي. يعني ساعات كده تخش تقول لي مثلا، اقول لحد ايه انا محتاج اكتب البرايفسي والبوليسي بتاعت الويب سايت، ف طب انا اجيبها منين؟ هو مش عارف هو هيجيبها منين. انت هتجيبها منين ايه؟ انت هتقعد تكتبها، هتعرف البوليسي وهتعرف القوانين ايه اللي موجوده، وتشوف الكومباتيتور ايه القوانين اللي عندهم والبوليسي اللي عندهم، وتقعد تكتبها. تمام، طيب الكونتنت ايديا، انت ممكن تكتب كونتنت ايديا، تكتب افكار الكونتنت نفسه، كتابه افكار الكونتنت دي لوحدها قصه. طيب تعالى كده نروح تاني نشوف ايه البروسيس او المراحل اللي بمشي عليها عشان اجي اكتب كونتنت كفكره، او مش هنقول كفكره، هنقول ككونتنت نفسه او طبيعه كونتنت. اول حاجه بكتبها الكونتنت استراتيجي، تمام؟ الكونتنت استراتيجي، انا لازم أن اكون عامل استراتيجي ابتدي العب عليه. وعلى فكره الاستراتيجي دي مش لازم تكون للسوشيال ميديا بس، الاستراتيجي دي في اي حاجه انت ممكن تكون بتستخدمها او بتكتب فيها كونتنت. انا دلوقتي محتاج اكتب ويب سايت، تمام؟ ايه الاستراتيجي اللي هلعب عليها؟ والله انا المفروض هكتب الهوم مثلا، وهكتب الحاجات بقى الاساسيه بتاعتي، وهكتب مثلا الاباوت، تمام؟ وهكتب مثلا ممكن اكون هكتب ايه تاني جوه الويب سايت، وابتدي ان انا اطلع الحاجات اللي انا هكتبها جوه الويب سايت، وابتدي اطلع كل الاجزاء اللي المفروض بشتغل عليها جوه الويب سايت. وتبتدي بقى تطلع بقى بقيه التفاصيل. والله انا عندي مثلا عندي الويب سايت المفروض بيتكلم عن الجزء بتاع اللي بيبيع منتجات مثلا سيارات، فانا هنا هكتب مثلا السيارات، تمام؟ او نيو مثلا، تمام؟ فانا هكتب هنا الحاجه الجديده، وتبتدي تبني الاستراكشر بتاع الويب سايت. طب هل المفروض ان انا ابنيه؟ اه، لان انت اللي هتكتبه، وبيساعدك في ده الشخص بتاع الاي سي او عشان يقدر يقول لك احسن طريقه، وتبتدي تكتب محتوى الصفحات وهكذا. لازم تشغل نفسك، مش هات لي الصفحات اللي هنكتبها والعناوين وانت اللي تقعد تكمل، لا، انت المفروض تكتب انت الكلام ده وتقعد تشتغل على الكلام ده. طيب ايه الجزء اللي بعد كده بعد ما بتبني؟ طبعا كل حاجه او كل طبيعه كونتنت ليها استراتيجي. يعني لو انا بكتب سوشيال ميديا، طبعا احنا اتفقنا على الحاجات اللي كانت قبل كده او الاجزاء اللي كانت موجوده قبل كده واتكلمنا فيها من شويه، الفرق ما بين التخصص وما بين القنوات التسويقيه اللي بتلعب عليها. والله انا دلوقتي هكتب كونتنت استراتيجي، فانا ممكن اعمل للسوشيال، ممكن اكون هعمل للويب سايت، تمام؟ ممكن اكون هعمل كوبيز معينه، فانا محتاج ابني لها استراتيجي. ايه الاستراتيجي اللي انا العب عليه؟ هيجي بتاع الميديا باير الغلبان اللي طلعان عينه يقول لي والله انا عندي كامبين والمفروض ان انا هطلع لها 9 ادز، تمام؟ تسع كرييتيفز مختلفين. فتيجي انت تقول له انت تعمل اعلان، عشان اعلان هتكتب عليه 9؟ اه، ده احنا هنكتب 9 اد، وكل اد منهم المفروض هيطلع منها دايناميك كونتنت، فاحنا محتاجين في كل واحد في التسعه، احنا قلنا هنا ايه 9، فانا محتاج في كل واحد من التسعه 3 مختلفين عشان ابتدي احط لهم كل واحده ليهم هيدلاين. فشوف كم الكونتنت او كم الكوبيز اللي انت المفروض هتكتبه، تمام؟ شوف كم الايه احنا بنقول هنا مثلا في 17، تمام؟ فانت لا 17 ايه، فاحنا هنا بنقول
بنقول ان انت محتاج تذاكر الكلام ده، محتاج تفهم طبيعة محتاج تفهم طبيعة المحتوى اللي انت بتكتبه عامل ازاي وتبني له الاستراتيجي بتاعته. طيب ممكن نكون بنعمل ايه تاني؟ احنا عرفنا ان انت ممكن تكتب كونتنت استراتيجي، ممكن الكونتنت استراتيجي بتاعتك ممكن تكون على السوشيال، ممكن تكون على الويب سايت، ممكن تكون على الكوبي، فكل واحدة منهم ليها كونتنت استراتيجي خاص بيها مسؤول عنها، بتبتدي ان انت تشتغل عليها. طيب ممكن تكتب ايه تاني؟ ممكن يكون الكونتنت استراتيجي لكامبين كاملة. تمام، انت عندك كامبين كاملة، انت محتاج تكتب الكونتنت بتاعها. والله احنا في الكامبين دي هننزل على بورد مثلا، تمام، وهننزل على هننزل على السوشيال، وهننزل على والمفروض هننزل كمان غير السوشيال ميديا، هننزل على مثلا هنقول البانر، او هنقول هنقول رولاب او حاجة، تمام، وهكذا. فانت المفروض تكون عارف انت هتكتب ايه، او انت المفروض هتشتغل على ايه، او انت المفروض الاجزاء اللي انت هتلعب عليها ايه بالظبط في الكامبين بتاعك. تمام، طيب ممكن يكون في ايه تاني، او ممكن يكون في حاجات تانية. المقصود هنا ايه؟ ان انت كل كونتنت انت او كل طبيعة كونتنت بتكتبه لازم بيكون ليه استراتيجي معينة، او ليه كونتنت معين. طيب أو غير الكونتنت استراتيجي، او دي الجزء اللي انت بتشتغل عليه الكونتنت استراتيجي، في الجزء اللي بعد كده اللي ليه علاقه بالبلان نفسها، تمام، وساعات بنقول عليها كاليندر، ساعات بنقول عليها الكونتنت بلان، وساعات بنقول عليها كونتنت كاليندر. فهنا بنلعب على ايه او بنتكلم في ايه تحديدا؟ في البلان بتاعتك ماشيه ازاي، انت هتكتب كام بيس اوف كونتنت، تمام، كام قطعه، تمام، انت هتكتب كام قطعه في الكونتنت بتاعتك، او هتكتب كام كوبي مثلا، تمام. طيب غير هتكتب كام كوبي، المفروض ان انت الايام، تمام، ايه الايام اللي انت اللي هتشتغل عليها. طيب غير الايام انت المفروض هتلعب على ايه تاني؟ هتلعب على الهاشتاجز مثلا، تمام، طبعا بعد ما تكون حاطط طبيعة او الاستراتيجي بتاعت الهاشتاج اللي انت هتلعب عليها وهتشتغل عليها. غير الهاشتاجز ايه تاني ممكن هتشتغل عليه؟ غير الهاشتاجز التون بتاعتك لما انت حددتها، انا هتكلم فريندلي، هتكلم بشكل فورمال، هتكلم على حسب الطبيعة اللي انت هتتكلم فيها. فانت لازم بتحدد الصيغة وتعمل صياغة للكلام ده، وتبتدي ان انت تحددها وتحطها جوه البلان بتاعتك، تمام. طيب ايه بقى، خلينا هنا نقول الفرق، او بعد خلينا ناخد الاول بعد البلان نفسها، بعد ما انت عملت الاستراتيجي بتاعتك وعملت البلان، بعد كده بتخش في حتة الاكشن بتاعتك وتبتدي تحدد الاجزاء اللي انت هتشتغلها. انا ايه الاكشنز بقى اللي انا هشتغله، او ايه التفاصيل اللي انا هعملها، ابتدي فولو اب على الديزاينز اللي طالعه من الكونتنت ده، الفيجوالز اللي هتطلع بعد كده هتكون عامله ازاي، والامور دي كلها، تمام. طيب بعد ما حددنا الكلام ده وبدانا ان احنا نحط الكونتنت وعملنا الاستراتيجي، حطينا الكونتنت استراتيجي، بعد ما حددنا الكونتنت استراتيجي بتاعتنا وحطينا البلان بتاعتها، وبعد كده بدأنا نشتغل عليها اكشن، بنبتدي نشوف بقى الاكشنز ده توابعه ايه، ونحط كي بي ايز على الكلام ده. كي بي ايز يعني ايه؟ يعني لازم اكون حاطط معايير بناء على الاوبجكتيف اللي انا حطيتها في الاستراتيجي بتاعتي. الكي بي ايز هنا ايه؟ انا لو كتبت سوشيال ميديا كونتنت فالاوبجكتيف بتاعته كانت سيلينج، طب انا بعت منها كام؟ طب انا كتبت في الكامبين فانا بتارجت او الكي بي ايز ان الكامبين دي الكريتيف دي هتكون احسن كريتيف اتعملت، او دي كريتيف هتكون ليها نتائج مختلفه. طيب انا كتبت بيل بورد، او انا هدفي ان البيل بورد دي توصل مسج معينه، فهل المسج دي وصلت للناس ولا لا؟ لازم بيكون في كي بي ايز. الكونتنت مش بيتكتب كده وخلاص، انا مش بحط الكونتنت وبكتبه بشكل عام وخلاص، تمام. فدي كلها حاجات لازم تكون انت عارفها. يعني انا هدفي ان انت تكون عارف الحاجات اللي انت المفروض بتعملها ايه بشكل عام جوه الكونتنت،
او الحاجات اللي انت المفروض تكون عارفها جوه مجال الكونتنت نفسه، او الاجزاء اللي انت هتكون عارفها جوه مجال الكونتنت. طيب تعالى كده نشوف مثلا هنا الحاجات اللي احنا المفروض نخلي بالنا منها، واللي في ناس كتير مش بتبقى عارفاها في المجال. طيب انت دلوقتي ازاي تكتب كونتنت على الويب سايت؟ الكونتنت على الويب سايت لازم تكون انت محدد في الاول طبيعة الويب سايت وشكل الويب سايت اللي انت هتشتغل عليه. لو انا هشتغل على ويب سايت لازم أنا اكون عارف الاستراكشر، زي ما قلنا من شوية الاستراكشر بتاع الويب سايت، الاستراكشر بتاع الويب سايت ماشي ازاي؟ هل الويب سايت ده مبني على كام صفحة؟ كل صفحة منهم بالتارجت ايه بالظبط؟ وطبيعة شكل الويب سايت، وهل الويب سايت ده هيكون فريندلي ولا لا؟ وطبيعة اليوزرز اللي هيكونوا موجودين عليه. تمام؟ طيب دلوقتي الاي سي او ايه علاقته اصلا بالكونتنت؟ طبيعة الاي سي او مع الكونتنت، هل انا كواحد بتاع كونتنت لازم أن اكون فاهم الاي سي او؟ اه طبعا لازم تكون فاهم ازاي تكتب بمعايير الاي سي او. ايه الحاجات الاساسية اللي المفروض تكون واضحة قدامك عشان تبتدي تشتغلها جوه الكونتنت؟ والله انا المفروض كبكتب بمعايير لازم أن اتابع الكي ووردز بتاعتي هتكون ماشية ازاي، طبيعة الاودينس اللي انا بكلمهم ازاي اعمل لهم كونفرجن صح على الويب سايت، طبيعة تماشي الكلام ومعايير جوجل او معايير محرك البحث اللي انا بتعامل معاه، المفروض ان انا بلعب على اوبجكتيفز معينة، طبيعي السكور بتاع الهيدلاين، المفروض الاكشنز في الاخر او الفاينل بتاع الارتكل اللي هكتبه، والامور دي كلها. طيب الاي سي او هو الدرجة التانية بعد ما تخلص الكونتنت، يعني انت بقيت بتكتب كونتنت بشكل كويس جدا جدا والامور بقت بالنسبة لك كويسة جدا جدا في الكونتنت، بتبتدي تتحرك على ايه؟ بتبتدي تتحرك على الاي سي او، تفهم الاون بيج بتاعت الاي سي او، تفاصيل الاون بيج، وازاي ان انا اطلع ويب سايت بفيجوال كويسه عشان الكونتنت اللي فيه يبان. الكونتنت هنا معناه مش التكست بس اللي مكتوب او الكلام اللي مكتوب، لا معناه الكونتنت في الويب سايت، الفيجوالز اللي محطوطه، الصور اللي محطوطه، تفاصيل الويب سايت هتكون عامله ازاي. لو انا هكتب كول تو اكشن معينه دي لازم تودي العميل على حته، او هتودي العميل على صفحه هو انترست بيها ولا لا. طب الكول تو اكشنز نفسها او الكليك نفسها، هل احط له اضغط هنا ولا احط له مثلا مارك وهو المفروض يكون عارف ان هو بيعلم على الحته دي ولا لا، وهكذا. فدي طبيعه الكونتنت في الاس او، لازم انا اكون فاهم الكونتنت ده علشان يتلائم مع محركات البحث ايه اللي المفروض اكون بعمله. طبعا في ناس كتير بتبقى كاتبه كونتنت وهي مش عارفه هو ده متلائم مع الاس او ولا لا، والمفروض ان انا اعمل ده ولا لا. طيب طبيعه الكوبي رايتر وشغل الكوبي رايتنج، شغل الكوبي رايتنج هو بشكل كبير بشكل كبير جدا جدا بيتلائم مع فكره معينه. هل انا طيب لما انا بكون كوبي رايتر مش لازم، او انا ككوبي رايتر لازم اكون بعرف اكتب كونتنت؟ من وجهه نظري اه. طب انا ككونتنت لازم اكون بعرف اكتب كوبيز؟ من وجهه نظري برضو اه، لان انت من وجهه نظري بتاع الكونتنت ده يعرف يكتب اي حاجه ويعرف يوصل اي موضوع. يعني انا عندي موضوع محتاج ان انا اوصله، سواء انا هوصله بكوبي اعلان او هوصله بارتكل او هوصله بفيجوالز فيديو واعمل له سكريبت، او انا هوصله بطبيعه جيف معينه، او هوصل انت شغلانتك ان انت توصل الناس بالمعلومه او توصل المعلومه للناس على حسب التارجت اودينس نفسهم وعلى حسب طبيعه البيزنس وهكذا. من وجهة نظري انت لازم لما انت تكون بتفهم بتعرف تكتب كونتنت تكون بتعرف تكتب كوبي كويس برضو. طيب الكوبي بيكون ليه استراتيجي؟ اه طبعا بيكون ليه استراتيجي وليه طريقة كتابات مختلفة لازم تكون فاهمها. انت مش بتكتب كوبي وخلاص، لا انت او مش بتكتب مادة اعلانية وخلاص، لا انا لازم انا اكون بفهم انا امتى اقول له خد الاكشن ده وامتى اقول له ما تاخدش الاكشن ده، ازاي اقول له ان انت نحط للعميل الاكشن ده عشان نكريت عميل او نيو اودينس تانيين ولا لا، القصص دي كلها. تمام. طيب حته بقى الجنريت ايديا، تمام، هل دي بالنسبه لنا بتبقى مشكله؟ انا شايف ان هي مش بتكون مشكله اطلاقا. مش بتكون مشكله ليه؟ كنا بنتكلم في الموضوع ده قبل كده وقلنا ان انت تقدر تعمل استراكشر او مابنج تبني عليها الكلام ده. تعال نشوف يعني ايه. يعني انا ممكن مثلا اروح اعمل ايه، اروح عامل المنتج اللي انا هكتب عنه، والله المنتج ده منتج اكس. تمام. طب حلو، منتج اكس ده ببتدي اطلع له حاجات مختلفه. اول حاجه ممكن نقول عليها لايف ستايل،
تمام. تاني حاجة ممكن نقول عليها طبيعة الفيتشرز او البنفيتس نفسها. بعد كده ممكن اطلع برضو حاجة مختلفة بتكلم فيها، الا وهي ال قلنا البنفيتس، قلنا طبيعة المنتج وشرح المنتج نفسه. فانا هنا بتكلم في كذا حاجة، وممكن كل حاجة منهم تطلع بحاجات مختلفة. طيب لو احنا جينا قلنا هنا اللايف ستايل، تمام، احنا هنا طلعنا اللايف ستايل بتاع العميل. طيب اللايف ستايل بتاع العميل وشرحناه وفهمناه، ممكن نعمل ايه تاني؟ تعالى كده، انا شايف ان اللايف ستايل كده غلط، مش مشكلة. طيب غير اللايف ستايل ممكن اطلع ايه تاني في العميل؟ قلنا البنفيتس، تمام، البنفيتس المميزات اللي موجودة جوه المنتج اللي انا بشتغل عليه ومحتاج اوضحها. غير البنفيتس المنتجات اللي انا المفروض اشتغل عليها. طيب غير البنفيتس ممكن اطلع ايه تاني؟ غير البنفيتس المنتج نفسه ومعايير المنتج او تفاصيل المنتج، هنا هنقول تفاصيل، تمام. فانا هنا هطلع له الديتيلز بتاعه المنتج وتفاصيل المنتج. طيب هنا بقى اللايف ستايل ممكن اطلع منه حاجات كتير مختلفه. يعني لو بلعب على لايف ستايل، والله انا هنا عندي منتج ممكن اطلع، لو انا ببيع للسيدات فالسيدات اللايف ستايل بتاعهم عامل ازاي، والله ممكن اطلع لبتوع الجامعه، ممكن اطلع للامهات، ممكن اطلع للسيدات اللي بتشتغل، ممكن اطلع لربات المنزل، ممكن اطلع للبنات اللي هم اندر، يعني الجيل بتاع زاد، وهكذا. فانا هنا طلعت كام طبيعه للكونتنت. انا هنا بتكلم على لايف ستايل. لايف ستايل يعني ايه؟ يعني والله استخدمي المنتج ده، لو ده واقي شمس مثلا استخدميه وانت رايحه الجامعه. طب انا ممكن استخدمه للستات اللي بتشتغل، استخدميه عشان تروحي للشغل مش محروقه مثلا او ايا يعني كان. ممكن استخدمه للمصيف وانت طالعه المصيف، ده اهم حاجه في الشنطه، وهكذا. البنفيتس بقى، والله غير مضر بالبشره، بيقعد لمده 8 ساعات، وممكن يفضل معاكي في الشنطه عشان صغير، مده اطول في الحمايه والترطيب، وابتدي احط ايه بنفيتس مختلفه. فانا ببني ستراكشر لطبيعه الافكار نفسها، فلازم اكون عارف ازاي وعندي طرق اطلع بيها افكار. انما انا بقى لو جالي بلوك ايديا فاروح اقعد على البحر شويه وراح اعمل لي كوبايه شاي عشان اغير دماغي، ده اي ده كلام ما ياكلش عيش. انا لازم اشتغل عملي وبالورقه والقلم، حط الاستراكشر وابتدي اشتغل. تفاصيل المنتج، والله ده ما بيتكسرش، ده سهل الاستخدام، ده طريقه تقدري ان انت تستخدميه وتستخدمي معاه مثلا كريم تاني، او تحطيه بيفور او افتر، او ده بالنهار وده بالليل، وهكذا على حسب طبعا ايه كل منتج وتفاصيله. فهي الموضوع بيمشي بستراكشر، مش بس ان احنا بنمشي كده وخلاص، او ان احنا بنشتغل كده بنشتغل وخلاص، او ان هو انا مش عارف اطلع ايه ولا امشي ازاي او اعمل ايه. لا، انت ليك تفاصيل بتلعب عليها، لازم تكون فاهمها، وعندك طرق شغل وعندك طرق للشغل، ما تبقاش انت شغال كده وخلاص، تمام. طبعا لازم تكون عارف تكتب الانترودكشن وانواع السوشيال ميديا كونتنت كلها. السوشيال ميديا كونتنت دلوقتي انواع، ما بقاش ينفع ان انا اكتب سوشيال ميديا بوستس وخلاص. احنا عندنا في السوشيال ميديا كل بلاتفورم ليها الجوريزم خاصه بيها، بتقدر ان انت تلعب عليها عشان تطلع الفايده بتاعتها. يعني لو انا بلعب على لينكد ان، فانا لازم انا اعمل فولدر، او سوري اعمل كونتنت. لو انا بلعب على لينكد ان، لازم العب على الفايلز اللي بنقدر نعمل منها سوايب علشان اقدر اريتش اكتر، فدي طبيعه كونتنت. طيب لو انا بلعب على فيسبوك، فانا هكتب بوستس سريعه وتكاتش مع الناس. لو انا بلعب على انستجرام، توك توك، ففي التو بلاتفورمز دول انا بلعب على فيديو سكريبت بسيط وشورت. فدي كلها انواع من الكونتنت، فلازم اكون بعرف العب على الكونتنت دي كلها، واقدر ان انا اطلعها، واقدر اطلع افكار للريلز، اقدر اطلع افكار للكونتنت، وهكذا، تمام. طبعا ازاي تكون بتعرف تكتب كونتنت استراتيجي زي ما قلنا، وتقدر توضحها بشكل سريع، ازاي تكريت كونتنت او سوشيال ميديا كونتنت يعمل انجيجمنت مع الناس. في طبيعة كونتنت تعمل انجيجمنت، وفي طبيعة كونتنت ما تعملش انجيجمنت. لازم تكون عارف ازاي تقدر تعمل كونتنت يعمل انجيجمنت.
وفي على فكره كونتنت بياع، اقدر ان انا اعمل كونتنت يبيع، واقدر كمان ان انا اعمل كونتنت يقدر ان هو يعمل، او اقدر اعمل كونتنت يقدر ان هو يعمل انجيجمنت مع الناس او يطلع تفاعل من الناس. تمام. طيب اقدر كمان ايه بقى، تعالى كده نخش شويه في تفاصيل الكتابه. هل انا اقدر اكتب اي بوك؟ اه اقدر اكتب اي بوك، لو انا بتاع كونتنت اقدر اكتب، لو انا كونتنت ماركتير اقدر اكتب اي بوك. تمام. يعني ايه اي بوك؟ اقدر اكتب كتب بسيطه، ملخصات وهكذا، مش بس جاست ان انا ممكن اكتب محتوى كده وخلاص، او محتوى بوستز، او ان انا اكتب محتوى ارتكلز، لا لازم اكتب كتب صغيره، اطلع كتب تقدر ان احنا نطبعها وهكذا. تمام. ازاي بقى ان انت تطلع فلوس من الكتب دي؟ دي برضو طريقه بتاعت الكونتنت، او الشخص اللي بيكتب كونتنت ماركتنج لازم يكون فاهم ازاي يقدر يطلع فلوس من الكونتنت اللي هو بيكتبه. مش بس اطلع فلوس من العميل اللي بيجي لي فعايزني اكتب له كونتنت، فاكتب له الكونتنت فاخد عليه فلوس، لا خالص. على فكره انت ممكن تلعب استراتيجيات مختلفه، ممكن تعمل كتب وتبيعها على امازون، تبيعها على نون، تبيعها في السوق، تبيعها في اي حته. ممكن تكون بتكتب محتوى ساخر مثلا، وتقدر ان انت تحوله لفيديوز بسيطه فتقدر ان انت تطلع منه فلوس. ممكن تكون بتكتب برودكت ديسكريبشن، فتقدر ان انت تاخد تعمل تفاصيل، تجيب المنتجات وتجيب الكونتنت اللي عليها وتعمل له اديت وتبيع الكونتنت ده، فبالنسبه لك الدنيا هتكون فيها فلوس مختلفه. تمام. الاي كوميرس برودكت ديسكريبشن رايتنج دي بقت من الحاجات المهمه جدا 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 جدا. الاي كوميرس من زمان، يعني هنقول مثلا مش من زمان، من سنه 20 كده، وهو بقى الاي كوميرس بيجرو بشكل كبير جدا. فانت لازم تكون عارف ازاي تكتب برودكت ديسكريبشن، ازاي تكتب وصف المنتج بشكل واضح وصريح وسهل، وازاي ان انت تقدر تطلع بيه بفاريتي مختلفه تبين البنفيتس فيه وهكذا. احيانا بنخش ويب سايتس نلاقي المنتج كويس وجميل، بس الديسكريبشن بتاعه رايح في حته مش تمام خالص يعني. طيب الجزء اللي بعد كده، ازاي تقدر ان انت تكتب كونتنت يبيع على المنتج؟ ازاي ان انا احول المنتج اللي انا بكتب عليه علشان يبيع؟ يعني لو انت رحت الصيدلية عشان تجيب دواء، البرودكت ديسكريبشن اللي مكتوب على علبة الدواء ده مش كونتنت يبيع، انما الكونتنت اللي انت قادر تبص عليه على الويب سايت هو محتوى بياع، بيقنعك بيه الكونتنت، بيقنعك بيه البرودكت نفسه. الاعلان اللي بتشوفه على برودكت فده كونتنت بياع، لان انت بتكتب اعلان بس انت بتعلن عن المنتج بشكل مباشر او بطريقه مباشره. تمام. طيب ازاي كمان تكتب الاسئله والاجوبه؟ احيانا بنيجي عند الاسئله والاجوبه بنبقى مش عارفين ازاي نكتبها، ودي بتكون ليها عامل مهم جدا. يعني انا ازاي اكتب على الويب سايت الكويتشنز اللي المفروض بتكون موجوده، لان في منتجات بيبقى عليها اسئله كتير، فيجي العميل يقول لك ايه، والله انا محتاج اعرف تفاصيل معينه، فهتلاقي الاسئله كتير كتير كتير. ساعتها بيبقى الويب سايت محتاج ايه؟ محتاج اسئله واجوبه، ان انت تحط اسئله واجوبه، عشان بدل بقى ما العميل كل شويه يخش ويقعد يسال ونعرف تفاصيل اكتر وي وي وي، لا انت اوريدي انت كاتب له التفاصيل بتاعت كاتب له التفاصيل بتاعت الاسئله والاجوبه دي، وقادر ان هو يعرفها بقى على طول، سواء بقى هو شاف الاسئله والاجوبه او هو اقترح سؤال من دماغه فشاف الامور دي كلها. تمام. طيب حاجه كمان بقى مهمه، وفي ناس كتير من بتوع الكونتنت ما بيعرفوش يركزوا فيها، الحاجات او شغل الصحافه بقى. انا وبتاع صاحبي ده ايه؟ كاتب بيعرف يكتب، فاصل كتابه المحتوى هو شغل صحافه. يعني لو انا رحت مثلا شفت صحفي من بتوع زمان، لا انت بتعمل ايه؟ شغلانتي بكتب. ازاي ان انا انقل الخبر بطريقه وبصيغه كويس؟ زمان كده كنت تشوف الجرايد كاتبه عنوان بالخط الاحمر وبالبونت العريض، هو ده الهيدلاين، هو بيكتب محتوى صحفي يقدر يخطف الدنيا. عشان ايه؟ همه ان هو يولع الدنيا ويبتدي ان هو ايه، يعمل ايه انجيجمنت على ايه، على الصحيفه، ويبتدي الناس تشتري. فازاي تكتب خبر صحفي؟
يعني لو انت بتاع كونتنت هات سألت نفسك الكلام ده قبل كده، ازاي اكتب خبر صحفي؟ ممكن مش عارف، ممكن تكون سألت نفسك السؤال ده او لا مش عارف، لكن دي من الحاجات المهمة، يعني من الحاجات اللي انت لازم تخلي بالك منها وتسأل فيها، هل انت اشتغلت على ده قبل كده ولا لا؟ يعني هل انت اشتغلت على فكرة ان انت تطلع خبر صحفي اصلا ولا لا؟ هل انت اشتغلت على الجزء ان انا يعني ايه اشتغل واكتب ده ولا لا؟ مش عارف انت سألت نفسك ولا لا، لكن دي من الحاجات المهمة اللي بتخلي بالك منها. يعني في حاجات كده ممكن يجي لك يوم وتلاقي نفسك لا انا محتاج اكتب ده، تمام. ممكن تعمل حاجة تانية، تكتب انت على صحيفة الكترونية، تكتب في حاجة الكترونية، فهل انت هتقدر تعمل ده ولا لا؟ والله لا ما اقدرش، يبقى انت بتكتب كونتنت ازاي بقى، تمام. فدي من الحاجات المهمة. حاجة كمان بقى، او نيجي بقى لجزء تاني برضو ناس كتير ما بتاخدش بالها منه، لو انت بتاع كونتنت ماركتنج ما بتعرفش تكتب ايميل فانت ضايع خالص. يعني ازاي بتاع كونتنت ما بتعرفش تكتب ايميل؟ انا مش عارف. فهل دي من الحاجات اللي انت شايفها عادية؟ لا اعتقد ان دي مش حاجة عادية خالص، فانت لازم تكون عارف التفاصيل وانواع الايميلات. انت هل تقدر تكتب ايميل فورمال ولا ايميل انفورمال ولا ايميل فريندلي ولا تيكت ميل وهكذا، تمام. فانت لازم تكون مخلي بالك من الاجزاء دي، هل انت هتعرف تعمل الكلام ده ولا لا؟ هتعرف تعمل الكلام ده ولا لا؟ هل انا هقدر اكتب ولا مش هقدر؟ هعرف اكتب ولا مش هعرف؟ وهكذا. فانت لازم تكون مخلي بالك من الاجزاء دي كلها. بتعرف تكتب ايميلات بانواعها ولا لا؟ لا والله ما بعرفش اكتب ايميل. فانت برضو بتاع كونتنت ازاي؟ برضو دي من الحاجات اللي بنبتدي نسالها، هل انت بتعرف تكتب ايميل؟ لا ما بعرفش. بتعرف تكتب بروفيشنال ايميل؟ لا ما بعرفش. هل في فرق بقى ما بين الايميل العادي والبروفيشنال ايميل؟ طبعا في فرق، تمام. اعمل سيرش وهتلاقي ان انت في انواع من كتابات الايميل. يعني الايميل ده فيه حوالي 6 انواع، كل نوع ليه طريقه كتابه مختلفه. في الاند مثلا مختلف، في التعريف لما انا اقول هالو جايز، غير مثلا لما اقول دير محمد او محمود، غير لما انا اكتب يعني ايميل هو لقسم او ديبارتمنت كامله وهكذا، تمام. طيب نوع تاني من انواع الكتابه، الكيس ستاديز. هل انت تقدر تكتب كيس ستاديز ولا لا؟ والله قصه حياتي، او انا عملت كيس جامده جدا وحققت سكسس ستوري مثلا مع بزنس معين. طيب حلو جدا، محتاج بقى ان انا اكتب ده عشان احطه في البورتفوليو او ان انا اتكلم عنه. فبس هنجيب حد بتاع كونتنت بقى يكتب الكلام ده. طب انت هتقدر تكتب كيس ستادي؟ تعرف من عميل مثلا هيقعد بقى يحكي لك والله ده انا رحت وطلعت وتعبت ونزلت، وهتقدر انت بقى تحط ده في سيناريو، تقدر تحكي كقصة ولا لا؟ وازاي اصلا بنكتب القصص دي؟ هل انت تقدر تقدر تعمل ده ولا لا؟ فدي من الحاجات المهمة اللي انت لازم تكون عارفها، وتعرف الفرق ما بين الايديتنج في في الكتابه. هل عارف انت يعني ايه ايديتنج؟ فدي كلها انا يعني انا هنا محتاج ان انا اوضح لك بس الايه، او انا وجودي هنا ان انا عايز اوضح لك الحاجات، او احنا الاوبجكتيف بتاعتنا هنا ان انا اوضح لك الحاجات اللي انت ما تعرفهاش في كتابه الكونتنت ان المفروض تكون عارفها، او اقول لك على الحاجات اللي المفروض تكون عارفها في كتابه الكونتنت. بعد كده بقى دور ورايا، يعني اقول بقى طب انا الراجل ده اتكلم في خبر صحفي، اتكلم في ايميل، اتكلم في كيس ستاديز، اتكلم في اي بوك، اتكلم في الكلام ده كله، عشان تبقى انت فعلا بتاع كونتنت. انت مش بتاع كونتنت كده وخلاص. طب ايه الفرق ما بين، نرجع تاني نقول الفرق ما بين الايديتنج وال خلينا نقول عليه التدقيق اللغوي، انت ازاي تعمل ايديتنج وازاي تعمل editing على التطبيق اللغوي اللي انت اللغه دي كانت مكتوبه صح ولا لا؟ وهل ده ليه علاقه بالاديتنج ولا لا؟ لا انت ما تغيرليش في الكلام، بس اعمل تطبيق لغوي. فدي من الحاجات المهمه، لازم تكون عارف الفرق ما بينهم وبتعرف تعملهم، تمام. وبتعرف تعملهم، تمام. ازاي بقى تطلع الميستيكس؟ يعني لو انت مدير ماركتنج او مدير كونتنت ماركتنج، ازاي تطلع الاخطاء اللي في الكونتنت؟ تعرف تعمل ده برضو ولا لا؟ ازاي تعمل امبروفنج للرايتنج بتاعتك في في السكيلز انجلش؟ معظم الناس في مصر بتكتب كونتنت كويس جدا جدا. طب تعالى معلش بقى اكتب لي كونتنت كده، عشان عندي براند في كندا محتاج اكتب له كونتنت، مش هيعرف يعمل اي حاجه.
مش عارف يكتب. تمام، طب انا كتبت، طب حلو جدا كتبت، طب فين بقى؟ يعني انت كاتب صح ولا غلط؟ لغويا صح ولا غلط؟ وازاي تجيب التون بتاع الدولة؟ يعني لو انا هكتب كونتنت لكندا مش زي ما هكتب لامريكا، مش زي ما هكتب للدنمارك، مش زي هكتب كونتنت انجلش هنا لمصر. فهنا ازاي تقدر تعمل ده؟ فهل انت بتعرف تعمل ده ولا لا؟ او انت بتقدر ان انت تعمل ده ولا لا؟ تمام، وهل هتقدر تشتغل بقى بالكونتنت بتاعك ده، او انت زي بتعرف تكتب كونتنت، بتعرف تشتغل بيه فريلانسنج ولا لا؟ زي ما كنا بنتكلم كده من شويه، ازاي تطلع فلوس، ازاي تطلع فلوس من الكونتنت بتاعك، او ازاي ان انت تطلع تطلع فلوس من الكلام ده. تمام، وازاي بقى ان انت تستخدم التولز في الريسيرش بتاعك. معظم الناس اللي شغاله في الكونتنت، او في ناس كتير في اللي شغاله في الكونتنت ماركتنج، مش بتعرف تعمل ريسيرش صح. هاو تو ريسيرش، دي حته اول حاجه المفروض ان احنا نتعلمها في شغل الكونتنت ماركتنج. انت هل بتعرف تعمل سيرش صح ولا لا؟ يعني ايه بتسيرش صح؟ مش معنى ان انت، مش معنى ان انت تعمل سيرش شخص سيرش صح ان انت تدخل على جوجل وتروح عامل سيرش على الحاجه اللي انت عايز تعملها، وبعد ما تعمل سيرش خلاص انا طلعت الريزلت، بعد ما طلعت الريزلت بتاعت اقرا، فانا كده فهمت. لا خالص، السيرش بتاعك لازم أن يكون في محتوى علمي، على حسب لو انت بتجيب الريسورس بتاعتك منين، على حسب انت بتكتب عن ايه. والله انا بكتب عن تأثير المواد الكيماويه في منتجات القطن مثلا، فبكتب محتوى طبي. وليه المحتوى الطبي صعب في مصر؟ وصعب تلاقي حد يكتب محتوى طبي لان الناس مش عارف تعمل ريسيرش. انا مش لازم ابقى دكتور عشان اقدر اكتب، لا هو الدكتور بيتعب ويذاكر 7 سنين، بس انا كل الريسورسز بتاعتي مفتوحه، اقدر ان انا اجيب المعلومه اللي انا محتاج اكتبها. تمام، طيب البرودكت ريفيوز، احنا ساعات بنخش على صفحات ونلاقي الكونتنت اللي عليها ريفيوز، التقييمات بتاعت العملاء. انت لازم تكون بتعرف تكتب ده. ازاي انا اكتب، اعرف اكتب ريفيو عن المنتج بتاعي، اكتب تقييمات عن المنتجات بتاعتي. تمام، طيب ايه تاني؟ اللاندنج بيج. انا متاكد ان الناس، انا محتاج بس الناس اللي معانا هنا تكتب لي كده في المسجز الكلام ده بالنسبه لها ايه. هل الكلام ده بالنسبه لها انا بعرف اكتب الكلام ده والحاجات دي عاديه، ولا لا بالنسبه لي انا في حاجات محتاج اشوفها اكتر، بالنسبه لي في حاجات لا انا مش عارفها. طب بالنسبه لي لا، هل وانا فعلا بتاع كونتنت لازم اكون بعرف اكتب كل ده ولا لا، وهكذا. تمام، وهنفتح باب النقاش وهنتناقش يعني. طيب ككونتنت رايتنج، هل انا لازم أنا اكون بعرف اكتب اللاندنج بيج؟ طبعا طبعا، اللاندنج بيج احنا تقريبا في شغل الميديا باينج، لو احنا شغالين الميديا باينج صح، احنا بنعمل لاندنج بيجز كتير، كل اسبوع بنعمل لاندنج بيج اتنين على حسب طبيعه الكتابه. لما بنشتغل على ميل شيب بنعمل لاندنج بيجز مختلفه عشان كل كامبين بتاعت ايميل، وهكذا. فانت لازم تكون بتعرف تكتب اللاندنج بيج بتاعتك، لازم تكون فاهم البلوجرازم بتاعت كل تولز وبتاعت كل بلاتفورم بتشتغل عليه. يعني انا بتاع كونتنت لازم اكون فاهم البلوجرازم بتاعت فيسبوك، لازم اكون فاهم البلوجرازم بتاعت التولز اللي بشتغل بيها، لازم اكون فاهم البلوجرازم بتاعت تويتر ولينكد ان وهكذا. تمام، طيب ازاي تختار الحاجات اللي بتتكلم فيها او تكتب فيها، وازاي تكتب تكنيكال رايتنج. تمام، تكنيكال رايتنج هنا ازاي تكتب عن الحاجات التكنيكال، وازاي تستخدم التكنيكال او التكنولوجي بتاعتك في الكتابه. يعني انا ازاي استخدم الوصف، وصف تعبيري عن كل حاجه تكنيكال بالنسبه لنا، او التكنيك بتاع الكونتنت رايتنج بتاعتي. وازاي ان انا اكتب عن الوظائف، ازاي ان انا اكتب عن الاوبورتيونيتي، ازاي ان انا اكتب عن السالاريز بتاعتي، ازاي لو انا محتاج اكتب عن سالاري ازاي اعمل ده. تمام، ازاي ان انت تخش بقى في، نخش بقى في حاجات التكنيكال، ازاي ان انا اعمل داونلود للصور اللي انا محتاج اركبها على الكونتنت بتاعي، والتولز والمواقع اللي انا بقدر استخدم منها صور او باخد منها ستوك. لازم ده اكون عارفه انا كبتاع كونتنت، لازم اكون فاهم الكلام ده كله عشان اقدر اعبر عن، مش كله يلا بيروح على شاتر ستوك ويجيب منه، لا خالص. على فكره في ويب سايتس وتولز جامده جدا، خصوصا بعد اليو اي، بعد سوري الاي اي، بعد الاي اي في يعني دي بقت حاجه مهمه جدا جدا جدا. وازاي ان انت تمسك فلوس من شغلك في الكونتنت، دي بقت حاجه مهمه. تمام،
فدي كلها ازاي ان انت كمان تعرف ان الكونتنت معمول له دوبليكيت، تمام، وازاي ان انت تعمل تشيك على الدوبليكيت بتاعتك. دي كلها حاجات مهمه. ازاي تعرف الفرق كمان ما بين الكونتنت ماركتنج والكونتنت رايتنج، تمام، هل في فرق؟ اه طبعا في فرق ما بين ده وما بين ده. ممكن تعمل سيرش وهتشوف ان في فرق ما بين الكونتنت ماركتنج والكونتنت رايتنج، وده احنا كنا بنتكلم فيه من شويه لما قلنا في فرق ما بين السوشيال ميديا كونتنت وما بين الكونتنت ماركتير. كل دي ناس مختلفه عن بعضها، كل دي ناس مختلفه ايه عن بعضها. فلازم انت تكون بتعرف كل الحاجات دي، او تعرف تكتب عن الحاجات دي كلها. انا هنا زي ما قلت لك انا جاي اصحي، يعني ايه زي ما بنقول ايه، جاي اصحي ضميرك كده، اقول لك خلي بالك انت لسه في قدامك حاجات محتاج تذاكرها، حاجات محتاج تعرفها، حاجات محتاج تاخد بالك منها وتعرف عنها وتقرا عنها وتذاكرها والامور دي كلها، تمام. طيب ازاي احنا قلنا الموضوع ده، تمام. طيب قلنا كمان الفرق ما بين الكونتنت وهي الماركتنج، تمام. قلنا ان انت ازاي تكتب الاباوت بتاع البيجز. الاباوت على فكره في اباوت بتاع ويب سايت لشركه تقراه، يعني تبقى تحس ان الشركه دي فوق فوق جدا جدا جدا، واباوت تاني تقدر تيجي تقراه تحس ان الشركه دي تعبانه، تمام. طيب ازاي تعرف تختار النيتش اللي انت تقدر تشتغل عليه؟ يعني انا عندي نيتش معين محتاج اكتب فيه، طبيعة النيتش اللي هكتب فيه ده ايه افضل حاجة ممكن اكتبها فيه، تمام. ازاي تعرف تختار ده؟ دي كل حاجات تكنيكس بتفرق حد بتاع كونتنت عن حد تاني خالص، تمام. وازاي ان انت تطلع المستيكس بتاعة الكونتنت، وتعرف ازاي ان انت تفهم ده من خلال الويب سايت او بلوج او ما الى ذلك. ازاي تقدر تستخدم التول بتاعة الجرامير عشان تقدر تطلع منها كونتنت مظبوط وتعدل الجرامير بتاعتك، وازاي كمان انت تكتب الانترودكشن بتاعت الاكاديميك. يعني في شغل الاكاديميك الكتابه فيه مختلفه عن ان انت بتكتب اي حاجه تانية. شغل الاكاديميك بيبقى فيه دقه متناهيه وطريقه كتابه مختلفه، زي الكتابه بتاعت الاوتلاينز، الكتابه بتاعت الديسكريبشن، الديوريشن، الحاجات دي مختلفه خصوصا للاكاديميات والبحث العلمي، الحاجات دي مختلفة تماما. ايه الفرق بقى في الكتابة ما بين البي تو بي والبي تو سي؟ ازاي ان انا اقدر اقرا، ازاي ان انا اقدر اقرا وافهم الفرق في الكتابة ما بين البي تو بي والبي تو سي؟ هل في فرق؟ فرق شاسع، وطريقة الكتابة مختلفة، الانترو بتبقى مختلفة، طريقة الكتابة مختلفة، كل حاجة من دول مختلفة تماما، تمام. ازاي اكتب هيدلاين يكاتش مع العميل؟ دي حاجة مهمة، تمام. ازاي استخدم جرامير زي ما احنا قلنا، وازاي ان انا اكتب ارتكل فاست، زي ما اكتب ارتكل سريع، ارتكل بسيط، في ارتكل 500 كلمه بسيط، ممكن اكتب ارتكل اكتر بقى من كده بالارقام اللي احنا متعودين عليها في الارتكلز عشان يبقى ارتكل عالي. وازاي ان انا اعمل ده؟ يعني احنا النهارده محتاجين نكتب مقال بسرعه عن الحادثه اللي حصلت مثلا، او الرياح اللي هبت دي، فعايزين نكتب عن الرياح والتفاصيل بتاعته. ازاي اكتب ده؟ هكتب ده عن طريق ان انا احط نقط اساسيه للمحتوى، وابتدي احط الهيدلاين، وبعد كده اخد كل نقطه احط عليها ديسكريبشن. فانا اوريدي بدات ابني الفاست كونتنت او الارتكل بتاعتي، تمام. طيب ازاي اعمل اناليتكس للكونتنت بتاعي، وان انا اشتغل على الاناليتكس بتاعت الكونتنت، وازاي ان انا اشتغل على زي ما قلنا كرييت بورتفوليو. مشكله كبيره جدا جدا ان يجي حد بتاع كونتنت يقول لي انا مش عارف اعمل بورتفوليو، يعني اللي هو زي ما بنقوله ايه، باب النجار مخلع، انت بتاع كونتنت مش عارف تكتب البورتفوليو، ف يعني هاو انت ازاي مش عارف، تمام. فازاي تكتب بورتفوليو لعميل، او تكتب بورتفوليو لبيرسونال براندنج وهكذا، تمام. ايه الفرق بقى ما بين انواع الكلمات؟ امتى استخدم كلمات قويه وامتى استخدم كلمات ضعيفه؟ امتى استخدم كلمات فورمال، امتى استخدم كلمات انفورمال، امتى استخدم، ده طبعا عربي وانجليش، ازاي اعبر عن الرساله اللي محتاج اوصلها بطريقه اندايركت، وازاي اعبر عليها بطريقه دايركت وهكذا. ازاي اكون اعمل كونتنت، وازاي ان انا اعمل بوبليك كي ووردز، وازاي ان انا اطلع كي ووردز واستخدم الكي ووردز تولز وهكذا.
كل دي حاجات لازم تكون انت كبتاع كونتنت ماركتنج فاهمها وعارفها وعارف بتتعمل ازاي ومارستها وشفتها وعشتها. كل دي حاجات مهمة لازم تكون انت اشتغلت عليها وطلعتها. ف I think ان انت محتاج تعيد حساباتك في مجال الكونتنت، محتاج تفهم بشكل او باخر طبيعة الكونتنت بتكون ماشية ازاي، وهل انت ماشي صح، هل انت عارف كل الكلام ده ولا لا، كل الكلام ده انت عارفه، كل الكلام ده انت حافظه وفاهمه، ولا انت مجرد بتكتب سوشيال ميديا بوستس او سوشيال ميديا كونتنت وخلاص. ده على حسب انت وتقييمك لنفسك وازاي تايفالويت نفسك. تمام، خلينا ممكن نفتح كده المايك ونبتدي نشوف لو في حد عنده سؤال نقدر ان هو يسأل. في ايه الكلام اللي انا قلته كله المفروض مش السؤال جامد انا قلت الناس كلها فاهمه كل حاجه؟ طب انتوا اصلا سامعيني ولا المايك مخطوط؟ عشان بس نبقى احنا سامعيني ولا مش سامعيني؟ هو سامعينك يا محمد. الصوت مسموع. طيب حلو، الصوت مسموع. طيب حد عنده أي سؤال؟ أو في حاجة من الحاجات اللي اتقالت دي كلها الناس بالنسبة لها حاجة غريبة، زي إحنا نعرف ده ولا، وهل ده دي حاجة أساسية في الشغل ولا لأ، في أو حد إزاي؟ روح ايده يعني. عبد الرحمن طيب اتفضل، يعني المايك مفتوح المفروض. يا عبد الرحمن انا شايف المايك المفروض مفتوح. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله بخير. عامل ايه يا محمود؟ تمام الحمد لله، انت اخبارك؟ الحمد لله تمام والله بخير. كان في سؤال كده عاوز اساله لحضرتك، اللي هو انا دلوقتي شغال ميديا باير، تمام؟ حلو. ويعني اخدت فتره كده كنت شغال في شركات ووقفت شويه كده وبدات اذاكر، والمهم رجعت تاني لشركه وكده هشتغل فيها كميديا باير. تمام دلوقتي اللي وقع مني، انا ذاكرت اكتر من اكتر من سورس وكل حاجه تمام كمجال، بس في شويه تمام حاجات وقع مني كسكيلز اللي هي كوميونيكيشن مثلا، وكمان اللي هي تظبيط الشغل بمعنى صح، اللي هي زي مثلا البلان، مش عارف الحاجات اللي هي ايه، ما خدتش بالي منها يعني غير دلوقتي قبل ما اشتغل حرفيا، يعني يعتبر ماليش كام يوم، مش عارف هتفهمني ولا أكثر. يعني انت في حاجات المفروض ان انت اشتغلتها، بس انت مش عارف ان الحاجات دي هل هي دي الحاجات اللي انت المفروض تشتغلها او لا، ولا انت في حاجات عندك واقعة انت مش عارف تشتغلها، مش عارف تكملها منين مثلا؟ انا كادز كاناليتكس مثلا، واناليسز ومثلا في جي تي ام وجي اي 4، الكلام ده كله انا عارف فاهمه، وان انا اعمل كامبين واطلع الداتا واعمل يعني كل الحاجات دي فاهمها، بس في حاجات زي ان انا اظبط الشغل، زي مثلا ان انا لما اشتغل مع عميل المفروض ان انا اعمل معاه ميديا بلان، مش عارف اعمل معاه الحاجات دي اللي وقع مني، فمش عارف اجيبها ازاي او اتعلمها ازاي، مش عارف. الحاجات دي يبقى انت محتاج بيزكس في الجزء بتاع الورق بتاع الميديا باينج، ازاي ان انا ارتب ورقي قبل ما اشتغل او في وقت ما انا شغال، لان دي من الحاجات اصلا المهمه اللي تقريبا ناس كتير اصلا بتقع فيها، وناس كتير بيبقى عندها مشكله فيها. واعتقد في ناس برضو يعني كانوا شغالين ميديا باينج عندهم نفس المشكله دي، اللي هو انا الدنيا بالنسبه لي تمام وبطلع نتائج كل حاجه، بس مش عارف اسيطر ده وانسقه مع العميل او مع الشركه اللي انا فيها. فانت بتبقى محتاج ايه؟ محتاج بس تشتغل بالورقه والقلم، ان انت تمشي وترتب ورقك بالورقه والقلم، ومع الوقت وانت شغال، مع الوقت وانت شغال هتظبط معاك قوي الحته بتاعت ازاي ان انا اشتغل على ده. طيب لو انت هتشتغل على ده هتشتغل ازاي؟ بالدوكيومنتيشن، يعني ان انت تسجل كل حاجة. انت بتعمل كده اصلا؟
هو انا بعمل كده في ان انا مثلا بطلع ريبورت للكامبين بتاعي مثلا على جوجل داتا ستوديو بكل تفاصيل الكامبين بتاعي، بس في حته ان انا زي ما قلت لك من شويه دي وقعاني جدا، حتى بحس كده ان انا لا مش ماشي صح. يعني ايه مش فاهم؟ يعني انت وانت شغال في حاجات بتبقى بالنسبه لك مش واضحه، او في حاجات بالنسبه لك انا في حته هنا مفتقده. انا بالنسبه لي كله واضح، بس بالنسبه كشركه او كعميل ده اللي انا عاوز يعني احاول كده الينك ما بينه وما بين شغلي. يبقى انت اللي انت محتاجه ان انت تعمل دوكيومنتيشن للشغل بتاعك، ده اللي انت محتاج تعمله. دوكيومنتيشن للشغل ازاي؟ يعني تبقى انت قادر ان انت تعمل تقييم لكل حاجة انت بتعملها، وتسجل ده وتبعت له بيها. يعني انت مشكلتك مش عارف تعرض عليه الشغل، صح؟ صح كده، وكمان ان انا اظبط الشغل كده وانا باين انا شغال ازاي وهشتغل همشي ازاي كعميل مثلا ان انا بعرض عليه الكلام دوت. يبقى انت ما هو يبقى لو انت مش عارف تبين له ده، يبقى انت محتاج تعمل دوكيومنتيشن صح، وتبريزنت كل حاجة من الحاجات دي كلها. يعني كل الحاجات اللي انت محتاج ان انت تنسقها، كل اللي انت محتاجه ان انت تسجل خطواتك، هو ده اللي انت محتاجه، مش محتاج حاجه اكتر من كده. ومحتاج تبلان. يعني انا دلوقتي المفروض هعمل اعلان، او هعمل تفاصيل بتاعه شغل الاي كوميرس، تمام؟ طيب شغل الاي كوميرس اللي المفروض ان انا هعمله ده، محتاج ان انا ابينه، او محتاج ان انا اوضحه. هعمل ده ازاي؟ هعمل قبلها بلان، وبعدها دوكيومنتيشن او ريبورت. ده اللي انت محتاج تتعلمه، مش محتاج حاجة أكتر من كده. يعني أنت محتاج تتعلم إزاي تعمل الجزء بتاع البلاننج، والجزء بتاع الريبورتنج. جزء الريبورتنج ده أنت أي ثينك إن أنت بتعمله كويس، ما دام أنت شغال في الحتة بتاع جوجل داتا ستوديو والقصة دي، تمام. أنت كده أي ثينك إن الدنيا بالنسبة لك كويسة. محتاج بقى تظبط الجزء بتاع البلان، إزاي إن أنت في جزء البلان تقدر تطلع البرودكت، أو تقدر تطلع الشغل بتاعك بشكل كويس وباين وواضح، والامور فيه ماشيه بشكل كويس. هي دي اللي انت محتاج تعملها. طب هتعمل ده ازاي؟ ان انت هتبلان لكل حاجه قبل ما تخش فيها، بس هو ده اللي انت محتاجه. تعمل بلاننج بشكل مظبوط، وتعمل ده بناء على ايه؟ بناء على الخطوات اللي انت شغال فيها، او الخطوات اللي انت داخل عليها. والله المفروض ان انا هبني جزء في الستور، فانا هبني ده ازاي؟ وتعمل له بلان، وهكذا. تمام، ده بقى غير الميديا بلان اللي هي متعارف عليها ديت اللي لا، هي غير الميديا بلان اللي احنا متعارف عليه ان احنا بنعمل البلان، او الميديا بلان بتاعتي دي لا، الميديا بلان دي اساسيه. انا عندي حاجتين اساسيين: ميديا بلان والميديا باين. اصلا ده اصلا اساس الشغلانه، ميديا بلان، وبعدها بيكمل وراها الميديا باين. فدلوقتي بقى الموضوع كله بيشتغل بتاع الميديا باير، تمام. فغير بقى ده، انا لازم اعمل دوكيومنتيشن في الاول. احنا كنا بنتكلم امبارح في الحته دي، وكان في حاجه بنتكلم فيها، وهي الجزء بتاع الاكشنز نفسها في الميديا بلان. يعني لما اجي بشتغل على الميديا بلان، لازم ان انا بجيب الريكويرمنت بتاعتي، بجيب التفاصيل بتاعتي. خليني كده هنا ممكن مثلا اوريك حاجه. كان في حاجة ممكن أوريها لك بتلعب على الحتة دي، إزاي إن أنا أدوكيومنتيشن الميديا بلان، تمام. بص كده، أنا مثلا قبل ما بدخل على الميديا بلان، أو قبل ما ندخل على الميديا بلان، لازم بنشتغل الأول على مثلا جزء الريكويرمنت. طب جزء الريكويرمنت أنسق فيه إيه؟ والله هل البرودكت ديسكريبشن بتاعي موجود؟ ده كده ملوش علاقة أصلا بالميديا بلان بتاعتي، ولا تفاصيل الميديا بلان. هل الأوفر استراتيجي بتاعتي موجودة؟ طب إيه اليونيك سيلينج بوينت اللي هلعب عليها؟ طب شغل البروموشن الديوريشن بتاعه هيكون عامل إزاي؟ طب اللاندنج بيج الديتيلز بتاعتها إيه؟ طب الأدفرتايزمنت كوست بتاعتي رايحة فين؟ البيمنت كارد مشحونة ولا لأ، وموجودة ولا لأ؟ ده شغل الدوكيومنتيشن، تمام. غير بقى اصلا شغل الميديا بلان. يعني شغل الميديا بلان ده بقى ده جزء تاني، او لما باجي العب على البلان اهو، البلان بقى دي حته تانيه خالص. انا هنا ببني البلان، خلاص انا بالنسبه لي البيزنس جولز بتاعتي، علشان كده عملت الكامبين دي. طب ايه الار او اي بتاعي؟ علشان كده حددت الكي بي ايز بتاعتي دي. وبعد كده بقى بحط بقى ايه الشغل بتاع الاد، والله الاعلان الاولاني والاعلان التاني، والبودجت بتاعته ايه، والقصص دي كلها. انا بقى مش بتكلم في البلان،
خالص. انا بتكلم في ايه، وانت بتعرف تطلع الرؤاس بشكل كويس وتعرضه في جوجل داتا ستوديو، القصه دي تمام، كويس جدا جدا جدا. بتكلم بقى في حته الدوكيومنتيشن في الاول، الحاجات اللي انا محتاج امشيها، الحاجات اللي انا محتاج احددها، وابتدي اشتغل على ده. حته التوثيق دي اساسيه، لكن ما تخليهاش تضيع منك البرودكتيفيتي او الانتاجيه بتاعتك. فاهم قصدي؟ تمام جدا. طيب طيب فانت ايه؟ اتفضل اتفضل. قول معاك. حضرتك شارح الكلام دوت في فيديو اكيد صح كده؟ على اليوتيوب هتلاقي شرح. طيب اخر فيديو طيب ولا هتلاقي اسمه ميديا بلان. ميديا بلان؟ اوكي على اليوتيوب هتلاقي ميديا بلان. تمام، انا كده كده بتابع القناة دايما يعني، بدخل عليها كده في احيانا. شكرا. اللي مثلا العفو. تمام، فحاول تنصب الحتة دي، ولو احتجت فيها حاجة كلمني. تمام، في طه كان عايز يسأل على حاجة، ونهى. طه ونهى، الو، السلام عليكم. ازيك يا طه؟ عامل ايه؟ ازيك يا محمود؟ والله بخير، تخبرك يا رب تكون بخير. تمام الحمد لله. اتصل. بس اول انا عندي بس هما يعني سؤالين. تمام، اول سؤال بخصوص موضوع الميتنج بتاع امبارح، انا هل ده كان برايفت ولا كان لا، لكل الميتنج الناس؟ بتاع امبارح ده اصلا كان بروجرام لايف، بروجرام تاني خالص، بروجرام بالظبط. براكتيكال. ملوش، كان حاجة تانية خالص. اوكي تمام، لان انا اوريدي انا مشترك في دبلومه الميديا باير، بس انا لسه لحد دلوقتي ما بداتش. اوكي، كنت فهل لسه دي هقول موجوده لك عندكم؟ اخبار التاسكس ايه، انت لا فين؟ والله ما بداتش لسه، والله لسه ما بداتش للاسف، ان انا كنت مضغوط الفتره اللي فاتت دي، فلسه ان شاء الله هبدا بكره باذن الله. تمام طيب ماشي، ما تنساش يا تظبط رب، البلان، ما اكيد تنساش ان شاء تظبط الله اكيد البلان بتاعتك. هظبطها النهارده ان شاء الله. تمام، دي حاجه. تاني تمام حاجه، انا كنت محتاج فعلا جدا موضوع الميتنج بتاعت امبارح دي، لان انا عندي شغل في الموضوع ده بالظبط. تمام، لان انا اصلا اوريدي شغال الفتره دي حاليا في الموضوع ده. تمام، دي حاجه. تاني حاجه، انا دلوقتي قدامي ايه عايز اعرف ايه الفرق بين جوجل اناليتكس وادجاست، ايه الفرق بين الاثنين؟ هل وهل انا ينفع اشتغل بواحد في الاثنين، ولا لازم اللي يشتغل الاثنين مع بعض؟ لا بص، هقول لك على حاجه، هما الاثنين بيلعبوا على الاناليتكس، بس اشتغل على جوجل داتا، جوجل اناليتكس. جوجل اناليتكس هو احسن، افضل على فكره. جوجل اناليتكس معظم الناس اللي بتشتغل عليه ما بتكملش 50% من الشغل عليه، لان جوجل اناليتكس ادفانسد جدا جدا، وبيجيب تفاصيل تفاصيل التفاصيل اللي انت ممكن تكون مش متخيلها يعني. فجوجل اناليتكس افضل، اسهل، احسن في حاجات كتير يعني. فأنا رأيي لا، جوجل أنالتكس هو رائع جدا. طب اوكي، طب في سؤال كمان معلش اخر حاجه، هل مثلا حضرتك عندك تولز معينه مثلا زي بوش ووش او مونجيج او حاجه من الحاجات دي، او ويجزو، هل في حاجه ترشح لي حاجه افضل من كده، ولا كلهم حلوين؟ لا هم كلهم، بص هقول لك على حاجه، هم التولز كلها كويسه، لكن على حسب احتياجك وعلى حسب الجزء اللي انت محتاج تشتغل عليه. انا محتاج اوصل لايه، والنتيجه اللي انا محتاج اوصل لها، وبناء على ده ببتدي تيست اكتر من تول على اللعبه دي او على الجزئيه دي. الناجحه معايا واللي انا مرتاح فيها ببتدي اشتغل عليه، لان اوقات بنيجي نشتغل مثلا، ممكن اشتغل على مثلا هوت جار وانت تشتغل على حاجه تانيه. فانا بالنسبه لي انا هوت جار، او وانت تشتغل على مايكروسوفت، انا بالنسبه لي هوت جار هو بالنسبه لي احسن، لان انا مرتاح فيه وبفهم وفاهم فيه، وبيطلع لي الحاجات على حسب الكيسز اللي انا محتاجها والتفاصيل اللي انا محتاجها. انما انت لا، تيجي تقول لا، انا بالنسبه لي ده انا مش مرتاح فيه، انا مش عايزه، او انا بالنسبه لي ده انا مش ده اللي انا مستنيه، او مش دي النتيجه اللي انا كنت محتاجه اطلعها، وهكذا. فاهم قصدي؟ لان انا بالظبط، لان انا اكتر حاجه انا محتاجها الفتره اللي جايه هي موضوع الريتنشن، في موضوع مثلا لو الاب او حاجه من الحاجات دي كلها، على حسب ايفنت كل عميل يعني. فهمت ازاي؟ على ما هو حسب انت مرحله الكاستمر جيرني، احدد مثلا العميل ايفنت معين، بحيث ان العميل دخل لي وما رجعش تاني، فبقى احدد له اوتوميشن كامله تكون معاه كل التفاصيل. لا، هو انت على حسب. انت بص، انا يعني نصيحتي ليك، حاول تتست والله، اعمل تيست على الحته دي. لا انا بالنسبه لي الحته دي تمام، فخلاص انت قدرت ان انت تطلع منها اللي انت عايزه. لا الحته دي مش تمام، فبالنسبه لي لا مش دي اللي انا محتاجه، فابتدي اعمل حاجه تانيه، وهكذا. فانت حاول تشتغل على كده، اشتغل على ان انت تعمل تيست. لا انا بالنسبه لي عملت التيست دي تمام، خلاص انا بالنسبه لي خلصتها. لا دي مش تمام، فبالنسبه لي مش هخلصها دلوقتي، او ان دي مش بالنسبه لي مش مناسبه.
يعني مثلا في ناس ما بتستخدمش جوجل داتا ستوديو، تمام، بتستخدم جوجل اناليتكس وبتطلع منه الارقام وخلاص، مش محتاج ان انا اعرف جوجل داتا ستوديو او ادخل في جوجل داتا ستوديو والهاسل بتاع جوجل داتا ستوديو، خلاص اوكي مفيش يعني، يعني واي نوت اوكي اشتغل على جوجل اناليتكس بس وما تطلع في جوجل داتا ستوديو. انا بالنسبه لي لا، انا جوجل داتا ستوديو بيديني الارقام فيجوالز، ويعني يعني بير مومنت بير مينتس كده، وانا مسستمه على دماغي، انا عارف انا ايه باخد منه المعلومات اللي انا عايزها ايه عشان اقدر اخد الديسيشن الصح وهكذا. صحيح. فانت على حسب بنستخدم التولز على حسب انا محتاج اوصل لايه. بالظبط. طب اخر حاجه معلش عشان اقفل، معلش اسف، لا لا قول بالنسبه لموضوع الحركه اللي قلت امبارح اللي هو كانت الدبلومه بتاعت امبارح اللي هي اوريدي لايف، هل دي لازم اخدها بعد ما اخلص الدبلومه الميديا بره اللي انا مشترك بحضرتك، ولا لا ممكن انا عايز اخدها اقول لك، انا عايز بعد؟ اقول لك اللي انت فيها دي يبقى ما اسمهاش دبلومه، هي منتور بروجرامز، تمام. حلو واللي انت فيها تمام دي لو انت اكتفيت وذاكرت اللي فيها ونفذت التاسكس انت مش محتاج حاجه تانية، ولو احتجت حاجه تانية بتبعت على الميل وبنخلصها لك، فانت مش محتاج حاجه تانية، خلاص تمام، مفيش مشكلة معايا تمام. بس انت ابتدي والتزم بالبلان، بس إن هي دي شاء الله بإذن الحاجه، الله. هخلص البلان النهاردة على الاسكادجول النهاردة وأبدأ بكرة إن شاء الله. تمام اوكي شكرا. اوكي نوعها ازاي؟ كنت بتسألها، كنت عايز اسأل على حاجة. انا الصوت بعيد، ايه هو وصل الشبكة بتقطع خالص. طيب هند الامور عندك ايه عبال ما الوضع ايه؟ لا بصي 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 يا نهى، الشبكة عندك ضايعة خالص، احنا يعتبر مش سامعين أي حاجة. اوكي هند مساء الخير، مساء النور، حضرتك سامعني كده؟ انا سامعك بس الصوت بعيد قوي، بس تمام يعني. طيب، هو المفروض ان انا بشتغل كوبي رايتر وكونتنت رايتر، اوكي فمؤخرا هي اكتر حاجة لمستها ان انا ضعيفة فيها او بتأثر عليا في شغلي، في الاستراتيجي والكالندر اللي انا بعملها، هي السيرش. انا اكتشفت ان انا عندي مشكله في السيرش كبيره جدا، يعني المفروض ان لسه قريب، يعني في شركه جديده المفروض ان انا هعملها شغل، هي شركه تصميمات هندسيه، اوكي والشركه دي معاها شركه تانية ليها برضو تنميه عمرانيه، والمفروض في كومباوند هنعلن عنه وكده. فانا لما جيت سرشت في جزء التصميمات الهندسيه، يعني انا يعني حاسه ان انا مش لاقيه، مش لاقيه بقى، هو في حاجه، في ايرور، في ثغره انا مش عارفه اوصل لها. يعني انا بسرش على جوجل، على اماكن في جوجل ماب، على مثلا فيسبوك، انستجرام، بدخل على بنترست اسرش، بس انا مش عارفه اوصل لحاجه، بحس ان انا مش لاقياهم اصلا. هقول لك بقى على حاجه، هنا بيعتمد على طريقه السيرش نفسها، والمفروض ان انا برتب معلوماتي قبل ما ابتدي اشتغل سيرش. اول حاجه بعملها طريقه السيرش بقى، وده بيرجع لفهمنا لطريقه الماركت ريسيرش او الماركتنج ريسيرش. ازاي بعمل ريسيرش؟ اول حاجه لازم بحدد الاوبجكتيف اللي انا محتاج اوصل لها، انا مش محتاج اعمل سيرش عشان اعرف معلومات وخلاص، في اوبجكتيف معينه عايز اوصل لها. لو ما فيش اوبجكتيف معينه عايز اوصل لها او ما فيش اوبجكتيفز بشكل عام، ببتدي اشتغل على questions، عندي مجموعه من الاسئله محتاج اجابتها، وبناء على ده ببتدي اتحرك. يعني انت لما كنت بتدوري ايه الاوبجكتيف اللي كنت بتدوري عليها، او ايه questions اللي انت كنت محتاجه توصلي لها او تعرفي اجابتها، ده هنا السؤال. طيب، هو الحقيقة أنا لما قعدت معاهم في الميتينج، هما كان كل هدفهم في الفترة دي إحنا محتاجين نرجع نظهر تاني في الأريا اللي هما فيها. يعني إحنا يعني حتى لو مفيش شغل، إحنا محتاجين إن إحنا نكون موجودين على طول، تمام؟
وقالوا لي مثلا هو في شغل موجود هتنزليه كبراندنج لينا، واقترحت عليهم ان مثلا يبقى في awareness، في value تنزل، نبدأ نشتغل ريلز وحاجات زي دي. احنا مش بنبيع دايركت للناس يعني، بس اتليست الناس عارفانا، هيبقى هنبني ثقة دي هتأثر بعد كده. فعلى الأساس ده أنا كنت بسرش بشوف الشركات التانية ماشيين إزاي. طيب حلو. انا فأنا هنا يعني، انا هنا خلينا بس ناخدها واحده واحده. انا هنا ان انا محتاج اشوف الكومبيتيتورز بيشتغلوا ازاي في السوشيال ميديا بتاعتهم، او ال يعني محتاج اشوفهم على الويب سايت ولا السوشيال ميديا، ولا محتاج اشوف الكونتنت اللي هم بيعملوه، صح؟ صح. حلو جدا. يبقى انا هنا عندي سؤال معين، المنافس بتاعي بيعمل ايه على السوشيال ميديا عشان ابتدي اكريت استراتيجي للكونتنت بتاعي. تمام. حلو. يبقى انا مش محتاج اسيرش على جوجل ولا اعمل الكلام ده كله، انا محتاج اجيب الكومبيتيتورز وافتح الويب سايتس بتاعتهم والسوشيال ميديا واجمع كل الانفورميشن اللي عندهم والكونتنت اللي بينزلوه، وابتدي اصفي ده واعمل كومبيتيشن او كومبيرنج ما بين كل الكومبيتيتورز اللي انا جمعتهم وايه طبيعه الكونتنت اللي بينزلوها. بعد كده انا وصلت للمعلومه اللي انا محتاج اوصل لها، مش محتاج الف في اي حاجه تانيه او الف في اي حته تانيه. خلاص انا يبقى انا هنا اتوجهت لحته معينه، ان المعلومه اللي انا عايز اوصل لها من السيرش هي عند المنافس، مش عند اي حد بيسيرش عند جوجل وخلاص. فانا لازم انا احدد الكومبيتيتورز اللي المفروض انا هكون عندهم، مين تمام. الكومبيتيتورز اللي انا المفروض هشتغل عليهم، ولنفترض ان هم ثلاثه ابتدي اشتغل عليهم خلاص، مش محتاج حاجه تانية في الدنيا. هي الفكرة ان انا بقى لما سرشت في الاريا اللي هما فيها، هو ما فيش غير شركة او هي دي اكتر شركة معروفة في المدينة دي. يعني انا لما سرشت ما لقيتش غيرهم، فلما دخلت على السوشيال ميديا عندهم، هما مش اكتف على السوشيال ميديا، هما مصدرين حاجة اللي هي اللكجري، ان هم حتى في الالوان اللي بيستخدموها، في الكونتنت اللي بينزلوه، انا مش عارفه اوصل لاي حاجه غير ان هو مثلا ممكن ينزلوا حاجه من الحاجات اللي عملوها، حاجه من شغلهم، ودي كل فتره، كل فتره وفتره، يعني مش دايما اكتف على السوشيال ميديا ده في الاريا دي. طيب لما قلت خلاص يعني انا دلوقتي انا مش لاقيه غيرهم، فحاول بقى اشوف الناس التانية بتعمل ايه. حاسه ان هم ماشيين، او يعني ماشيين نمط روتيني قوي، او هما يعني ما فيش اهتمام واضح بالسوشيال ميديا، فده اللي خلاني احس لا انا بسرش غلط، انا اللي مش عارفه اوصل للشركات في المجال ده، عشان اوكي كده رحت لجوجل. اوكي يعني انا المفروض الفكره عندي عن الكومبيتيتورز ان هم تعبانين، فيبقى انا كده السؤال بتاعي الكومبيتيتورز اللي موجودين في السوق بيشتغلوا على كونتنت ايه عشان ابتدي اشتغل عليهم، لقيت ان الكونتنت بتاعه تعبان، يبقى انا ده سؤال ودي اجابته فقفلناه وهنشد خط ونخش على اللي بعديه. الخط تمام. بقى نخش على اللي بعديه، ايه الحاجات اللي المفروض العملاء بيدوروا عليهم والاسئله بتاعتهم عشان اجنريت عليها كونتنت وابتدي اشتغل كاستمر فيدباك. انا ما لقيتش اللي انا عايزه عند المنافسين، ابتدي اشوفه عند العملاء. انا عندي العملاء بتسال على ايه، وايه الكيوردز اللي بيعملوا عليها سيرش، وايه المحتوى ونوع المحتوى اللي بيشوفوه، وابتدي اجنريت عليه وتست. طيب اعتمد على العملاء في يعني الكومنتس اللي عندي على البيج طبعا مثلا. طبعا طبعا. ده اول حاجه، احنا اول ما بنيجي نجنريت كونتنت بنبص على الكلاينت بتاعنا والكلاينت بتاع المنافسين بيسالوا على ايه وبيدوروا على ايه والحاجات اللي محتاجين عشان نبتدي نشتغل. انما مش بي ما ما يعني انا ليه اقعد ادور وابتدي افكر واعصر في دماغي وانا العميل اللي انا هكلمه اصلا بيقول لي يعني هلو، انا هنا، انا عندي اسئله، انا عندي احتياجات. فطبعا طبعا لازم انا ابص طيب عليهم هو واجنريت منهم كونتنت كمان. طب بالنسبة للريتش بالبيج اللي أنا يعني هعملها كونتنت دي، لما شفت البيج، هو كان في حد شغال قبلي، تمام. ف يعني هو كان في اتجاه غير اللي هم محتاجينه خالص، دي حاجة. وحتى لما اتكلموا معايا كان نزل بوست وعامل منشن لحد يعني ناس عاملين شغل، فهو عامل منشن للناس دي، فكل الكومنتس اللي كانت موجودة للعميل اللي عندهم مش ليهم هم، مع ان هم اللي منزلين البوست، هم اللي منزلين تصميمات، هم اللي عاملين كل حاجة. فدي كانت حاجة مضايقاهم. لما بصيت في البيج بتاعتهم، هو ما فيش اورجانيك ريتش،
حسيت ان هم معتمدين في على الاعلانات يعني فكرة، على طول. على فكرة ممكن يكون أصلا طبيعة الإندوستري اللي أنت شغالة فيها مش معتمدة على الإنجيجمنت ولا الكومنتس ولا الكلام ده، بيكون معتمدة في الظهور على الأدز. يعني في بعض الإندوستريز بتبقى كده، زي الإندوستري مثلا الساعات الغالية، مش معتمدين فيها على إن أنا أبني كونتنت يجيب 500,000 كومنت ولايكس وكده خالص. الاعتماد بتاعه عن العميل يشوف الحاجة سيمبل ونادرة و بشرطة وكده، فهو يحس بإن هو معاه حاجة فريدة وحاجة يونيك، فيبتدي ياخد أكشن ويشتري بس. وإن إن أنا مثلا لو دخلت، أنا مثلا كمحمود لو جيت دخلت عشان أشتري ساعة ولقيت في ناس كتير قوي 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 بتسأل عليها، بعمل ليفت وبخرج خلاص. يعني مصر كلها تلبس الساعة دي، فأنا بالنسبة لي دي مش حاجة مفضلة، فأنا مش محتاج إن أنا أشوف بوسز عليها إنجيجمنت كتير. اوكي فممكن يكون اصلا معيار السيرش او معيار الاوبجيكتيف نفسه اللي انا بحطه في الاول هو غلط، ان انا بدور في الاندستري دي على الناس اللي بتعمل انجيجمنت، بحيث ان النيتش ده ما بيحصلش فيه انجيجمنت علشان هو الاندستري دي المتطلبات بتاعتها، فاهمه؟ فده فاهمك. بيرجع لفهمي للبزنس اللي انا شغال عليه والبرودكت اللي انا بشغال عليه. تمام. يعني انا دلوقتي لما اجي اشتغل انا بشوف، هو ده اللي عامه انا لاحظته في النوع ده من الاندستري يعني، او حتى الناس التانية اللي شغاله في نفس الموضوع، هي معتمده حتى البوستس مش كتير، الكلام نفسه بسيط جدا، فقلت يمكن هي قصده حاجه زي دي حاجه بس يعني هما يعني مش بيبوستوا غير كل فتره وفتره، يعني حتى الكومنتس مش بيردوا عليها، يعني في ناس مش بيردوا عليهم، فحسيت ان هو لا، هو مش للدرجات دي يعني، لدرجة ان انا اتجاهل العميل. لا هو مش هيجيليش درجه ان انا اتجاهل العميل، بس انا محتاج طب انا عادي ممكن اعمل ايه بقى؟ اروح انا مكلم، اعمل كومنتس واعمل مسج واشوف طبيعه التواصل مع العميل بتبقى عامله ازاي، وهل هم فعلا ناس بتتجاهل الكلاينتس بتاعتهم، ولا هو دي حاجه مختلفه. وانا برضو مش عشان لاكشري مثلا اتنك على العميل، فاهم؟ يعني مش ده الصح يعني، او مش ده البيزنس اللي الصح يعني. طيب، هو كان في بوست في البيج اللي انا فيها، تمام. هو البوست ده كان من فتره، وكانوا منزلين حاجه من شغلهم، فكان في كومنت اللي هو يعني بيقول ان الحاجه دي كويسه وباين ان الشغل كويس جدا بس غالي، ففي حد فيهم رد عليه كلمه متوسط، هو ما قالش غير متوسط بس، فانا حاسه يعني هو ده صح يعني، هي دي لحد دلوقتي يعني حاسه مش قادره انساها اصلا، اللي هو انت ليه تحط نفسك اصلا في زون المتوسط او العالي او المنخفض، ممكن مثلا اتكلم عن الخدمه نفسها من غير ما اروح لحته اللي هي متوسط، على فكرة فيعني بص أقول لك على حاجة، هو برضه بيعتمد على البيزنس اوبجيكتيف، ممكن يعتمد على إن اللي بيرد ده حد مش فاهم، تمام؟ وممكن يكون اللي بيرد ده هو حد ممكن يكون يعني برضه على حسب طبيعة البيزنس. وفي على فكرة براندز هي حاطة نفسها في حتة معينة مش عايزة تتزحزح منها، ولا أنا هنزل لو أنا فوق مش هنزل تحت قوي، ولو أنا تحت مش هطلع للناس اللي فوق. هو حاطط نفسه في زون معينة، يعني هو تمام. حاطط نفسه في الزون دي، فليه انا بقى اروح انا تاعب نفسي واروح حاطط نفسي في مع اودينس مش بتوعي؟ فبيبقى على حسب يعني انت، انا اعتقد قبل السيرش انت محتاجه تفهمي الاندستري اكتر، محتاجه تقري عن المجال ده والسوق، وده ممكن تعرفي من الناس اللي بياعين في المجال، الناس اللي بتبيع وبتتعامل مع العميل دايركت، دي اكتر ناس هتبتدي تقول لك طبيعه السوق عامله ازاي، طبيعه الناس عامله ازاي، وهكذا. يعني مثلا لما جيت بتعامل مع سوق العربيات، في اول ما كنت بتعامل مثلا في الاول كنت بقعد استغرب طريقه فعل او رد فعل التجار ورد فعل الشركات بتاعه استيراد قطع الغيار، واقعد اقول هو بيعملوا كده ليه ومش عارف ايه. شفت ان دي طبيعه الاندستري. لما رحت مثلا العقارات لقيت ان البروكر، لما اتعاملت مع الشركات البروكرز حاجة والشركات الديفلوبرز حاجة تانية خالص، تمام؟
دول ناس بواي وبتفكير، ودي ناس بواي وتفكير، دي ناس عندها حاجه، ودي دي ناس طريقه شغل. فالاندستري، كل اندستري بيكون ليها لعب او بيكون ليها اتيتيود. زي ايه؟ الكوميونيتيز كده، كل كوميونيتي هم مقفولين على نفسهم وهم ليهم ليفل معين من طريقه التعامل. زي بالظبط كده شبرا حاجه، ومدينه نصر حاجه، والتجمع حاجه. كل حاجه من دول هي مقفوله على نفسها باتيتيود معين. كذلك الاندستريز، كل اندستري مقفوله على نفسها باتيتيود وطريقه تعامل معينه. فانت محتاجه تقري اكتر في الاندستري دي وماشيه ازاي. الريتيل ده محتاج انك تعرفيه وتخش جوه الاندستري اكتر من كده عشان تعرف تكتبي عنها. تمام، شكرا. تمام، العفو. اوكي، مش عارف مين تاني. مش عارف نوها النت رجع عندك او لا. هو كده افضل ولا كده؟ تمام جدا، احنا موافقين قوي. لا انا طلعت بره. انا بس عندي سؤالين، بس عندي تعليق شويه على التوبيك اللي بتتكلموا فيه. هو انا فاتحه مفترض كنت شغاله كوميونتي مانجمنت وسوشيال ميديا اناليسيس برضه. فهو بيبقى فيه، ما ينفعش نسيب البيج مردود عليها ردود مش صح، سواء مثلا من الكلاينت او سوري الكاستمرز او اليوزرز هم اللي راضيين، طبعا. او انا كبيج سايبه من غير ما انا اكفر الحاجه. ممكن بعض الاوقات بتبقى في بعض الاندستري مثلا سبيشالي في الفود والحاجات دي، بيبقى في ناس بتدخل ايه يعني بتلقى وبتقول حاجات ملهاش لازمه قوي. فانا مثلا بعمل له هايد وبدخل بقى من جوه انبوكس وانا بكلمه، يعني مثلا سي حد كان كاتب سي البرجر كان طعمه وحش قوي، فانا اوكي بعمل له بشيل الهايد، مش بعمل له ريموف علشان ما يوصلهوش ان انا شلت البوست سوري شلت الكومنت بتاعه فيدخل بقى يعمل لي براند اتاك. فانا بعمل له هايد تمام وبدخل انا من جوه اكلمه، طب ايه المشكله وبسولف الايشيو بيني وبينه. تمام، ده بالنسبه طبعا لازم الموضوع ده بيبقى بوليسي مع الاونرز بتاع البراند. تمام، بحس يعني ممكن لو حد تاني بيرد او كده يبقى المفترض البيج بتنط بترد او بتتعامل بنفس التعامل. ده بالنسبه لحوار الكوميونتي مانجمنت وظبط ازاي البيج. بالنسبه لحوار الكومبيتيتور، ولو في مثلا انا عايزه اجيب كومبيتيتور وعايزه مثلا اقول مثلا للعميل والله احنا في الاندستري دي بيردوا بالطريقه دي، فاوقات كتير جدا ممكن ما الاقيش كومبيتيتور افيلبل في الاريا بتاعتي. يعني احنا في مره كان في الشركه احنا مش لاقيين خالص اي سوشيال ميديا بريزنس لاي كومبيتيتور كويس، فجبنا رول موديل، احنا في اسكندريه جبنا رول موديل هو في القاهره، بس هو بيرد بطريقه كويسه جدا جدا، السوشيال ميديا بتاعته محترمه قوي، فانا جبته از رول موديل. انا عايزه اعمل كده. تمام، فده كان الحل، افضل حل يعني وصلنا له. طبعا اكيد انت هتعرف يعني فده اكتر مني، بس هي دي بس كان تعليقي على الموضوع. بالنسبه انا عندي سؤالين. اول حاجه بالنسبه في الميديا باينج، هو انا كنت مطلعه اعلان المفترض الاكونت الكوست بير ريزلت بتاعته كانت بتيجي مثلا جنيه 2 جنيه، بس انا ما انا طلعت اعلان لا هو جايه 3.5. وفي مره بقى غريبه طلعنا اعلان كان انجيجمنت تمام، كنا عاملين سند مسج جت الكوست بير ريزلت 17، ودي كانت عاليه جدا فاضطرينا ان احنا نوقفها. وكان الحل ساعتها ان احنا دخلنا عملنا من البيجز نفسها بوست بوست وبعدين عملنا جيت مور انجيجمنت، فطلعت التكلفه اقل بكتير، طلعت 17 قرش. فانا مش عارفه ايه سبب الموضوع ده. ده اول سؤال. تاني سؤال بقى نجاوب على اول سؤال. ماشي. بص، الاسباب بتكون مختلفه دايما، وعشان كده بنرجع نعمل ري تيست. تمام، يعني ايه؟ يعني لو الاسباب احسن فده ممكن يكون فروقات كتير قوي 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 ومش بنقدر نحسبها بسهوله. ممكن يكون الفرق ان كان في كامبين شغاله قصادي ووقفت، ممكن يكون الفرق ان التوقيت اللي عملت فيه لانش للاد هي بقت احسن، ممكن يكون الفرق في الكول تو اكشن، ممكن يكون الفرق في الكرييتيف، ممكن يكون فرق في الديلي بادجت، ممكن يكون الفرق في التارجت اودينس، ممكن يكون الفرق في الاكونت. فالفروقات ممكن تيجي من اسباب كتير جدا. لذلك لو انت شغلتي الاعلان ده مره تانيه في وقت تاني مش هيجيب نفس النتائج. تمام؟ هو كان تمام. بس هو تقريبا كان كل حاجه هي ما يعني، حتى ايفن قبل كده كنا مطلعين اد ست وكنا شغالين 3 اد هما كلهم نفس الكريتيف، هي بس كانت الكابشن او التكست المحطوطه هي بس اللي كانت مختلفه، بس في واحد طبعا نط وجاب رقم عالي جدا فوقفناه. يعني فكره التست هي اللي كانت فعلا نفعت شويه معانا.
هو اساسي لازم يكون فيه تيست. هو الموضوع كله معتمد على نقطتين، تيست وسكيلينج، سكيلينج وتيست وهكذا. لكن ما فيش طريقة مثلا أعرف من خلالها إيه سبب إن هو الإعلان نط النط دي جامدة أوي يعني؟ الأناليتكس اللي أنا بعملها، وببتدي أناليتكس على مدار اليوم، ببتدي أعمل فلتريشن كده بير داي، النهاردة إيه حصل وإمبارح إيه حصل وأول إيه حصل، وعلى حسب كل أكشن أنا خدته هو ده اللي بيكون السبب. يعني أنا جيت النهاردة الصبح رحت مغير الكرييتيف، فجيت بعدها النهارده بالليل لا لقيت الدنيا تمام، فيبقى انا كان في مشكله في الكرييتيف. طب انا جيت لا تاني هو كل حاجه كانت ثابته، ما هو كل حاجه ثابته الايام، ما هو ممكن يكون زي ما قلت لك حاجات اكسترنال، زي ان الكومباتيتور اللي واخد مثلا منك اريا معينه هو وقف الكامبين، فانت اوريدي بدات تاخدي ريزلت مختلفه، تمام، بقيت انت تخشي في الـ كومباتيتور ليه بطريقه اعلى، كل الناس التانية هي مش معاكي وهكذا. ممكن يكون التوقيت مختلف، ممكن يكون انت دخلتي في وقت هو الكلاينت بتاعك اوير بيه، ممكن يكون حصل اكتر من يعني ممكن يكون عميل خد اللينك شير فبعته لحد تاني او نشره في حتة تانية، فاوريدي هو سمع فخد اكتف، فاوريدي هو عمل كاستمايزيشن للاودينس وغير طبيعة الاودينس نفسهم اللي هو بيجيبهم لك لطبيعة اودينس تانيين، فالموضوع فرق. فاهم قصدي؟ فاهمة، بس يعني في واحد فعلا الموضوع ده اتغير بعد فترة، وفي واحد هو أول لما طلع كان القصة بتاعته جبارة، دي بس هو بقى بس دي قولي. بس طيب في حد بيقول البرودكت اللي كان طالع عليه الإعلانات ممكن كان كارفور أو فتح الله بيطلعوا حاجات سيميلر ليها، ففي ناس بتقول ممكن ده كان السبب يعني. الأسباب كتير، احنا بنفضل نعمل تيست وسكيلينج وتيست وسكيلينج وهكذا. اوكي تمام. تاني سؤال بقى، هو لو انا مثلا زي كونتنت كرييشن او كوبي رايتر، واوقات مثلا بيبقى مطلوب مني ان انا اجيب الفيجواليزيشن بطريقه كرييتيف، بحيث ان انا بعد كده تو ليتر اون الديزاينر بقى يجمع الحاجات دي، بس المشكله اوقات بحس ان انا مش بعرف اجيب يعني الحاجه الصح، بمعنى مثلا ممكن اجيب حاجه فيكتور واركبها على 3 دي، فطبعا ما بتبقاش بالنسبه للديزاينر ابليكابل خالص او متاح ان هو يعملها. فيعني هل الموضوع ده فعلا بيبقى يعني من اختصاصاتنا، او النقطه الصح يعني ازاي نتغلب ان انا مش بعرف اوصل لتركيبه الديزاين الصح؟ فاهمني؟ بص، هو حته الديزاين دي لازم ترجع، لازم ترجع للديزاين، تمام، الديزاينر نفسه لازم الموضوع ده يكون راجع له هو، دي اول نقطه، تمام. تاني نقطه، لازم انا يكون عندي باك جراوند وشايف الماركت اللي حواليا والكومباتيتور بتوعي بيشتغلوا ازاي وايه الحاجات اللي بيشتغلوها، علشان اقدر اجيب او اجنريت افكار. كل اللي عليك ان انت تجنريتي افكار للفيجواليزيشنز اللي المفروض تظهر، وبناء على ده تبتدي تعملها سوجست وهو يبتدي يتحرك على هذا الاساس. انما انا مش هجمع، انا هجيب الافكار واقول لك انا محتاجه زي ده، فانت تبتدي تكريت زي ده. طب كان بمعنى كلمة زي ده ان انا مثلا سي ان انا عايزة حاجة مثلا 3D، فاجيب له صورة حاجة 3D صح ولا ممكن اجيب حقيقية؟ حاجه 3D وممكن احط على ده كومنتس عشان يقدر يوصل له المعلومه بشكل اسرع، ومش لازم تكون على فكره 3D، يعني ممكن انا اجيبها وهي لا لا محتاجه، مجرد اكزامبل. وممكن تكون هي مش 3D واقول انا محتاجها 3D، تمام. تمام اوكي. لا انا كده تمام، ميرسي اوي ليك. العفو. اوكي تمام. طيب حد عنده اي سؤال تاني؟ احنا اخدنا نهى وطه وهند. اوكي طيب. تمام. احنا بس يعني الناس اللي كانت سمعنا خصوصا في موضوع الكونتنت، لازم تراجع نفسها وتراجع المين بوينت اللي المفروض ان هي تكون عارفاها، ايه الحاجات اللي المفروض انا اكون عارفها وذاكرها ككونتنت ماركتنج او كماركتير، والحاجات اللي انا لازم اكون فاهمها، علشان بناء على ده هبتدي اشتغل وابتدي اشوف الاجزاء اللي انا المفروض اكون عارفها، والاجزاء اللي انا المفروض اتعلمها وابجريد نفسي ازاي، والحاجات اللي انا اشتغل عليها ايه هي، والتولز اللي استخدمها والهاو تو يوز بتاعت كل حاجه من دول، تمام. ان شاء الله نشوفكم الجمعه الجايه، وزي معلش كنت أنا عندي سؤال لو ينفع يعني. قولي. اكيد. هو في حاجة حصلت معايا مع أكتر من عميل، يعني في عميل كان طالب مني سكريبت تمام، فهم كانوا 4، فبعد
في السكريبت الثالث هو لا ما كانش عاجبه اول سكريبت وطلب ان هو يتعدل. تمام، المشكله ان هو يعني ما قاليش هو مش عاجبه ايه، قال لي هو تقليدي قوي. طيب ايه يعني ايه برضو ما انا مش فاهمه، طيب ايه المشكله؟ لا انا عايز حاجه بره الصندوق، انا مش فاهمه. فحاولت ان انا اعمل له حاجه يعني مختلفه عن اللي انا عاملاه، ما عجبوش السكريبت التاني، عملت سكريبت تالت وعملت سكريبت رابع، وفي الاخر راح للسكريبت الاول لقيته بعت لي بيقول لي لا انا هبعت لك الصيغه اللي انا محتاجها، انت مش مبينه البنفيتس، ودي كانت باينه في السكريبتات اللي انا كنت عاملاها في الاول وما عجبتوش يعني. ف لقيته بعت لي حاجات انا اصلا كنت كاتباها في السكريبت الاول، يعني هو اول سكريبت هي دي الحاجات اللي انا كنت محتاجه ان انا كاتباها. فمن سكريبت لقيتني بكتب اربع سكريبتات، دي حاجه يعني هو ده عادي يعني ان انا واحده بكتب؟ لا ده مش عادي خالص. وعلى فكرة المفروض انت بتبقي حاطة لنفسك رولز، والمفروض العميل بيكون عارفها قبل ما بنشتغل. يعني ايه؟ يعني انا بكتب سكريبت واحد وليك ان انت تأديت على حاجات اساسية، والحاجات دي زي التون اوف فويس تكون مأدت على كلمات معينة انت مش عايزها تتقال، تكون مأدت على فكرة معينة. ولما بنيجي نشتغل مع العميل ما بنكتبش السكريبت وندهوله مرة واحدة، احنا بنكتب هو الافكار بتاعة السكريبت والنقط بتاعة السكريبت. يعني انا المفروض هكتب هنا السكريبت ده عشان ابين ايه؟ ابين واحد اتنين تلاتة، ابين مميزات الشركة او مميزات او وتاريخ الشركة، والمفروض ان انا اعرف الشركة، وفي الاخر هختم بصاحب الشركة مين، وفي الاخر هقول لهم تعالوا زوروني. دي الاربع نقط او الخمس نقط اللي هكتب عنهم. لو مناسبين فاوريدي احنا مش هنعدل في سكريبت، مش مناسبين طب قول لي ايه الحاجات اللي انت محتاج نكتب عنها عشان نرصها. وانس ان احنا اتفقنا على المين بوينت اللي هنتكلم فيه جوه السكريبت، فمالكش اي حق ان انت تعدل في السكريبت وتغيره وتقول لي اعمل لي واحد جديد، انا مش بجيبه هو من انا يعني ليترلي كده في عميله لما طلبت منها احنا محتاجه ان احنا نكتب عن ايه بالظبط، قالت لي يا مور انت بتعملي ايه؟ لا ما فيش حاجه اسمها كده. محتاجين نكتب ايه بالظبط؟ انا لازم انا افهم منك انت محتاجه تعملي الفيديو ليه. طب خلاص بلاش اقول لك محتاجين نكتب ايه بالظبط، قولي لي انت محتاجه تعملي الفيديو ده ليه، عايزه توضحي فيه ايه. زي بالظبط كده لما حد عميل يجي، او انا مثلا عندي شقه فانا محتاج اعمل لها ديزاين، فطبيعي ان الراجل بتاع الانتيريور ديزاين يقول لي انت محتاج متخيل ايه، عشان ما انا مبنيش في حته وانت تبني في حته، ده طبيعي. تمام، يعني امال انت هتعملي ايه؟ دي انا باخد منك اللي انت محتاجه ايه، بعرف منك تفاصيل التفصيله بتاعتك. زي بالظبط كده لما تروحي تشتري فستان، تمام، او تعملي فستان تفصيل، طب انت تخيلك ايه، محتاجاه يبان عليك ازاي، وهكذا بناء على ده اشتغله. هي نفس القصه، فانا محتاج نحط اوبجيكتيف، والاوبجيكتيف يتحط عليها بوينت، خلاص احنا عايزين على البوينت، احنا هنا لحد هنا متفقين. بعد كده لما السكريبت يتكتب مش هيتغير، ممكن نتغير في صيغه، ممكن نتغير في حاجه، وليك ان انت تأديت 3 مرات. يعني تعمل اديت 3 مرات، مش تغير السكريبت 3 مرات، لا تعمل اديت على السكريبت 3 مرات. يعني انا محتاج اديت والله على اللانجوج دي، المفروض ان انا لا انا بدل ما هقول مثلا يمكنك الدخول من الباب الامامي مثلا، لا يمكنك الدخول من رقم من باب رقم واحد. تمام، يعني فاهم قصدي؟ نأديت اوف في اجزاء معينه، لا انا محتاج الاند تكون بتكال، يعني بدل يعني نقط كده، وليك تأديت في 3 نقط، غير كده خلاص. لان انت شفت شغل الاتيم، وشفت انا المفروض هعمل ايه، واتفقنا على النقط. انما انا كده اكتب 4 سكريبت في الاخر، لا طبعا مستحيل ان انا اعمل كده، او ده مش صح يعني. فانت محتاجه تبني بروسيس معينه وتتعرض على العميل، وتبني بنفيتس معينه وتتعرض على العميل، ويكون عارف ان هو بعد الايديت التالت هيدفع فلوس على التغيير. يعني انت محتاج، احنا انت اتفقنا على 4 أو 5 نقط، هتغير نقط معينه بعد ما كتبت، انت هتحاسب، هتدفع 25% زياده على الفلوس اللي انت هتدفعها على السكريبت ده، عشان احنا حطينا اصلا نقطه زياده او نقطه مختلفه غير اللي احنا متفقين عليه، وهكذا. ده اللي المفروض يتعمل عشان اضمن حقي. انما انا ما اشتغلتش شغلانه المفروض واخد قصادها جنيه، وفي الاخر المفروض اشتغل شغلانه المفروض ان هي 4 جنيه، يعني فاهم يعني. فانا كده خسران.
كانوا خسران كتير. فلا انت لازم تعملي كده، لازم تحطي مين رولز، وبناء على الرولز دي يكون العميل عارفها وهكذا، وتكون انت واخده 50% على الاقل من فلوسك، بحيث ان العميل يبقى عارف ان هو مش عاجبه خلاص يعني، ما فاهمه، خصوصا لو عميل مصري. لا هو يعني المفروض اصلا انا كنت يعني انا في الاول انا يعني مش عارفه ان انا يعني اشوف حوار البادجت ده بنتفق عليه ازاي او كده، فانا معتمده ان الشخص اللي قدامي ده لان هي اصلا جايه لي من ايجنسي، فان لا هي لا لا فاهمه مش شرط، مش شرط، لا 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 مش شرط، مش شرط، مش شرط، مش شرط ان هو عشان في ايجنسي يبقى فاهم. عادي ساعات بنقابل دكاترة وبيبقوا ما شاء الله عليهم، ساعات بنشوف مهندسين بيبقى ما شاء الله عليه، يعني مش شرط خالص، ساعات بنشوف صنايعي بيبقى ما شاء الله عليه، مش هقول لك بقى ملوش علاقة، يعني مش عشان انا دكتور ابقى تمام، او انا مش عشان صنايعي او سباك ابقى انا تمام، لا عادي ممكن يعمل الحنفية وتخر برضه عادي. صح تمام شكرا. عفو. أوكي تمام خلاص، بإذن الله نتقابل على خير يوم الجمعة الجاية، زي كل جمعة إحنا ميعادنا الساعة 9، والناس بتاعة الكونتنت تراجع المين بوينت وتراجع نفسها، هل هي بتعرف تكتب أو بيعرف يكتب الكلام ده كله ولا لأ، ومين بيعرف يكتب النقط اللي إحنا اتكلمنا فيها، وال 66 توبيك دول لازم تراجعهم مع نفسك وتشوف أنت فاهم إيه ومش فاهم فيهم إيه، وإن شاء الله نشوفكم على يوم الجمعة الجاية، تصبحوا على خير.